الناس والعشاء الملاعب مفيش هزار شلاجين ولعها نار الله 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 يا مساء الانوار يا مساء الانوار يا مساء الانوار رجعنا لحضراتكم تاني هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه فيها التجلي باين تملي ونورها ساطع من العلالي يا رب دايما يبقى التجلي دايب تملي ويا رب دايما مساء الانوار يبقى نوره ساطع من العلالي مش مرتب حاجه معينه اقولها الحقيقه النهارده في هذه الافتتاحيه لكن اقدر اقول ان من 2007 لغايه النهارده ما غبتش غير مرتين عن الشاشه وعن حضراتكم لمده شهرين كاملين من حوالي 6 سنين والنهارده بغيب شهرين كاملين ما حصلتش وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا قبل ما نبدا حلقه النهارده لازم اوجه كل الشكر لكل القنوات العظيمه اللي كان ليا الشرف ان انا اكون متواجد فيها ولكن قدر الله ان انا اكون هنا في هذه القناة العريقة العملاقة القاهرة والناس نقدم فيها زي ما تعودتم معانا دوما بإذن الله جرعة دسمة جرعة نقية جرعة صريحة جرعة بنحترم فيها عقول الناس ولكن في نفس الوقت بنقدم كل شيء بالقدر وبالمساواة وبالقسطات. كل الشكر والتقدير لآخر قناة ظهرت فيها النيل والرياضة كل الشكر والتقدير والمحبة لإعلام المصريين في سنوات جميلة قضيناها الحقيقة مع بعض قدرنا نحط أون سبورت على الخريطة العربية وليس المصرية فقط وتألقت أون سبورت تألق كبير جدا نتمنى ليها يا رب إن شاء الله دوام التألق والتوفيق ونتمنى طبعا لنفسنا بإذن الله أن نكون دائما في المقدمة كما تعودنا وكما تعودتم معنا دوما عبر سنوات العمر. اهلا بيكم في القاهره والناس. يا مساء الانوار. مبروك كابتن مدحت من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي يعني اثرت الاعلام المصري ويعني احنا عشره من زمان واعرفه من زمان لما كان بيعمل برامج رمضان ومش عارف ده كابتن مدحت اضافه لاي قناه هيسري طبعا قناه القاهره والناس واكيد هيبقى فيها شغل في الرياضه وشغل في التحليل يعني هيبقى في طفره ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن ودايما كده منورنا وما ننحرمش منك ابدا واحد من نجوم الاعلام الرياضي في مصر واحد من الناس اللي انا بستمتع بيهم واتمنى لهم التوفيق وانا شخصيا لما بشوفك على الشاشه ببقى مبسوط. اقول له الف مبروك كابتن مدحت ده يعني مش هقول ابويا اقول اخويا الكبير طبعا ودايما في تقدم ويعني اعلامي قدوه يعني دخلت شويه اول ما بطلت في العمل الاعلامي بنتعلم منه وهنتعلم منه ربنا يديله طول عمره الصحه ودايما في نجاح يا رب. تحياتي طبعا لقناه القاهره والناس ودايما طبعا كابتن مدحت ده الغالي بتاعي ما اقدرش ده لو انا في السلوم هسجل معاه. حبيبي يا كابتن مدحت وبعتز بيك شخصيا ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. كابتن مدحت يعني اعلامي كبير جدا 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 وبيروح اي مكان بيبقى بيعمل فرق كبير القناه انا شايف كده يعني وجهه نظري ان كابتن مدحت لما بيروح اي مكان بيبقى اضافه للمكان اللي بيروحه. فهو راح كل مكان بيروح فيه صدقني الناس بتروح وراه سواء بقى جمهور اهلي وجمهور زمالك الناس كلها بتحبه هو نجم كبير واعلامي كبير جدا جدا فهنتفرج عليه ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليه ويعني طبعا كابتن مدحت دايما ناجح وقيمه كبيره وتحياتي الكبيره ليه. يا كابتن مدحت ربنا يخليك وبشكرك يعني على الكلام اللي هو كان بيتكلمه في حقي وربنا بتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. كابتن مدحت شلبي بهنيك وبقول لك الف مليون مبروك على وجودك في قناه كبيره بقيمه القاهره والناس. كل التوفيق لكابتن مدحت كل الدعم ليه ان شاء الله. لا كابتن مدحت اقول له كل سنه وانت طيب وان شاء الله تبقى مزيد من النجاح ان شاء الله. اهلا وسهلا يا كابتن مدحت اتمنى لك التوفيق طبعا وانت يعني من المعلقين والمذيعين والمقدمين البرامج الحقيقه كلنا بنحييك وبنتمنى لك ان شاء الله دائما ان تكون في الطليعه دائما ان شاء الله. صديقي العزيز الكابتن مدحت شلبي اهلا بيك على قناه القاهره والناس. بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح وتبقى إضافة جديدة للبرامج الرياضية. يا مساء الأنوار
طبعا كل الشكر لاصدقائي الاعزاء، وطبعا حفله كانت جميله، كنت احب اكون موجود فيها اكيد، حفله تكريم النادي الاهلي بدرع الدوري العام، وبعد شويه هنعرض لقطات منها. ما كانش عندنا فرصه طبعا، كنا غايبين شويه عن الشاشه، لكن ما نقدرش نغيب طبعا عن النادي الاهلي وقطع النادي الزمالك. هنشوف برضو النهارده تكريمه فيما يتعلق بحصوله على بطوله افريقيا لكره اليد. شكرا مره تانية لكل الاصدقاء الاعزاء. كالعاده بنبدا مساء الانوار بسؤالكم، سؤالكم على صفحتكم مساء الانوار. سؤال النهارده وفقا للاحداث اللي موجوده، كلنا عارفين ومتابعين وشايفين انه حصل تاجيل لمباراه الاهلي والزمالك المقرر ليها كان في الاسبوع الرابع. من وجهه نظرك، هل هذا التاجيل جاء في مصلحه اي من الفريقين ولماذا؟ ده سؤال كده يعني فكر فيه براحتك وشوف وجهه نظرك. هل التاجيل ده جه في مصلحه الزمالك؟ ناس تقول لك كان الاهلي جاهز والزمالك، ناس تانية تقول ده الماتش ده اساسا ملوش اي اعتبارات اطلاقا ولا تقديرات، فيقول لك لا اطلاقا. واحد تالت يقول لك ده ما جاش لمصلحه الكره المصريه، لان كلنا كنا متوقعين ان الامور هتمشي زي ما اعلن عنها ومفيش تاجيلات والحكايه والروايه. هشوف ان شاء الله طبعا اراكم، وكالعاده في نهايه المقدمه هنقرا كل التعليقات الخاصه بحضراتكم. طيب عايز ابدا معاكم فيما يتعلق بالدوري العام. نبدا مباشره بنتائج الجوله الرابعه للدوري العام، لعبنا اربع اسابيع. نادي مصر والجونه، وانتهى اللقاء بالتعادل بدون اهداف. ام بي والانتاج الحربي 0-1 لصالح انتاج الحربي، جابه محمد رجب. مصر مقصه والمصري 1-0 لمصر مقصه، صلاح امين ضرب الجزاء. بيراميدز وسموحه التعادل بدون اهداف. اتحاد سكندري وادي دجله 1-1، خالد قمر ومروان حمدي. الاسماعيلي يعني مفاجاه الحقيقه، هزيمه من حرس الحدود 0-1 عمرو الحلواني. طنطا طبعا وطلائع الجيش مؤجل، المقاولون واسوان مؤجل، والاهلي والزمالك مؤجل. نروح لجدول ترتيب الدوري العام بعد نهايه الجوله الرابعه، وفي ماتش اتلعب في الجوله الخامسه فقط لا غير، اللي هو كان الزمالك طبعا والمقاولين امبارح. طيب الزمالك في المقدمه لانه لعب اربع مباريات برصيد 10 نقاط، الاهلي ورا منه 9 نقاط من 3 مباريات، العلامة الكاملة. ثم بيراميدز 8 نقاط، المقاولون تك 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 لغاية لما نوصل حقيقة للفريق الأخير في جدول الدوري العام، وهو ام بي، لعب أربع مباريات ولديه من النقاط نقطة واحدة من تعادل وحيد وثلاث هزائم الحقيقة. وبقول يمكن الكابتن علي ماهر هو أول حالات الاستقالة في الدوري هذا الموسم. بقول له هارد لك يا كابتن علي. كابتن علي مدير فني كبير، ربما هذا الموسم لام بي افتقد مجموعه من اللاعبين الاكفاء بالبيع والاستغناء والكلام ده كله، وفي رايي ان ام بي لم يعوض غياب او بيع هؤلاء النجوم بلاعبين على المستوى نفسه، لكن ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله ام بي هيكون افضل بكتير. لكن مرة تانية بكل توفيق للكابتن علي ماهر في مشواره القادم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، الزمالك والمقاولون العرب دي المباراة اللي اتلعبت في الجولة الخامسة، وانتهت 2-1 لصالح نادي الزمالك في مباراة الحقيقة عصيبة 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 للغاية. هنا في القاهرة والناس صحيح ما عندناش حقوق الدوري العام، وأيضا الهايلايتس هي حصريا على اون سبورت وعلى تايم سبورت، ونحن نحترم بكل تاكيد الحقوق الرايتس، نحترمها تماما تماما تماما، ولكن من حقنا ان نبحث عن وسيله اخرى لتقديم نفس الخدمه بشكل مختلف. فان شاء الله هنقدم لحضراتكم الهايلايتس كامله ولكن من خلال البييرو. ربما يكون عندنا موديل كده جاهز دلوقتي، نشوف كده الزمالك و المقاولون العرب المباراة اللي انتهت 2-1، وهنلعبها من عندكم يا جماعة. نلعب الزمالك والمقاولون العرب 2-1 بالبيرو، وبالبيرو ده هنحلل كل حاجة، هنحلل كل حاجة وهنوقف ونظبط ونعمل حكاية والرواية، بحيث
بحيث ان هتبان قدام حضراتكم وكاننا تماما في الهايلايتس الكام. طبعا ده كان الهدف الاول لفريق طبعا نادي الزمالك لمحمد سالم، ده كان في الدقيقه 12. لما نيجي بقى نحلل في الحصاد بكره ان شاء الله هنوقف ونعمل الخانات والحكايات والروايات والدايره، وده كان المفروض كل اللي احنا بنعمله هنعمله، بس هنعمله من خلال هذا الجهاز، ويبقى مشاهده مختلفه. يعني انتوا بتشوفوا على الطبيعه المباريات، هنوريها لكم بالشكل المختلف اللي قدام حضراتكم ده. وده كان هدف طبعا التعادل اللي احرزه فرجاني ساسي في الدقيقه 15 من زمن المباراه بضربه راس حيه متقنه للغايه، راحت في المكان والزمان ليتعادل الفريقان 1-1 في الدقيقه 15، يعني بعد هدف المقاولين مباشره بثلاث دقائق. ثم استطاع نادي الزمالك ان يسيطر على اجزاء كبيره من المباراه الى ان احرز الهدف الثاني لاحمد زيزو في الدقيقه 34 باقتحام روعه 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 الحقيقه، وهدف من اجمل الاهداف بمجهود في منتهى الروعه والجمال لنادي الزمالك، لينتهي اللقاء بثلاثه نقاط غاليه جدا جدا لنادي الزمالك. المباريات القادمه بمشيئه الرحمن اللي هي استكمال مباريات الجوله الخامسه هيبقى بكره الساعه 5:30 ان شاء الله، الانتاج الحربي امام بيراميدز، والمصري الساعه 8 باذن الله امام نادي مصر، ده بكره الاثنين. يوم الثلاث ان شاء الله اسوان امام ام بي الساعه 5:30، ووادي دجلة أمام مصر المقاصة الساعة 8. يوم الأربع الجونة أمام النادي الأهلي، وهتكلم دلوقتي على الحكاية دي، حكاية مهمة جدا جدا لأنه كلنا عارفين الأهلي قال إيه واتحاد كرة قال إيه، هفسر كل الكلام ده دلوقتي. مفترض الماتش هيبقى يوم الأربع الساعة 5:30 على ملعب الجونة. يوم الخميس بنختتم الجولة الخامسة، حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري. طيب ده فيما يتعلق بمباريات الدوري العام. عايز الحقيقه اروح لموضوع مهم جدا. طبعا احنا هيبقى عندنا التشكيلات الفرق وبتاعه هننزلها كده على الملعب كده قدام حضراتكم، هتشوفوا حاجات حلوه قوي قوي. انتوا عارفين لما بنوعد بنوفي، والحقيقه الناس هنا مش متاخرين. ويمكن من اهم الاسباب، طبعا انا تشرفت بوجودي في القاهره والناس، ربما من اهم الاسباب في تواجدي هنا انه القاهره والناس من فتره ما فيهاش برامج رياضيه. يعني ما احبش اروح مكان اقعد على كرسي مكان حد تاني، يعني ربما انا عندي دوبلير كل ما امشي من حته بيروح مكاني، لكن بفضل الله يعني كنت دايما صاحب الكرسي الاولاني بفضل الله. فجمال القاهره والناس بالاضافه طبعا هي قناه كبيره وعريقه ومنوره طبيعي، مش بقول كده عشان انا قاعد هنا، لكن كمان عشان من فترة طويلة ما فيهاش برامج رياضية. فيبقى لينا الشرف ان احنا نكون في باكورة تقديم البرامج الرياضية هنا في هذه القناة الجميلة. طيب خليني بقى اروح على اول موضوع، وهو موضوع الساعة، موضوع مباراة الجونة والأهلي، او خلينا نروح الاول الأهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، وليه اتأجلت المباراة دي، وايه عواقب ومستجدات لغاية النهاردة هقولها حصلت في هذا الموضوع. عايز أبدأ بس بكليب صغير قوي قوي عشان عندي تعليق عليه للأستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. كليب جاهز عندنا يا جماعة؟ طيب لو مش جاهز هعرضه بعد شوية. هو طبعا الأستاذ عمرو الجنايني في أول إطلالة تلفزيونية له طلع وقال بالحرف الواحد للزميل عمرو أديب طبعا، حاسبني هنا لو اتأجلت مباراة واحدة وكل المباريات بالدقيقة والثانية. ده تصريح روعة، بس كنت أحب إن الأستاذ عمرو الجنايني يضيف جملة واحدة، لأن الجملة دي اتاخدت عليه على السوشيال ميديا كله، نزل له الجمله اللي هو قالها دي، حاسبني لو في مباراه اتاجلت لحظه واحده وبالتالي مباراه اتاجلت ايام وربما اسابيع، العلم عند الله.
فكان يجب ان هو يضيف بس جملة ايه؟ ما لم تكن هناك تأجيلات أمنية. هو ما أضافش الجملة دي، فعشان كده السوشيال ميديا طبعا اشتغلت على الحكاية والرواية. طيب، وفقا لاتحاد الكورة قال انه الأمن طلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية. كلام تاني اتقال انه ما فيش ولا جواب راح لاتحاد الكورة من الأمن بيقول له في أجل، ولكن في مكالمة تليفونية ما بين الأستاذ عمرو الجنايني هو مسؤول أمني كبير، قال له لدواعي أمنية أجلوا لنا مباراة الأهلي والزمالك. خلينا نخرج من الحتة دي عشان برضو بعض الناس مسكوها شوي. واحد يقول لك يعني ما دام ما راحش جواب يبقى ليه تأجل؟ لازم لا، يعني نخرج من المنطقة دي. إذا مسؤول أمني فعلا اتصل، ولا يمكن ولا يمكن برضو أنا بأؤكد إنه اتحاد الكرة وعمرو الجنايني تحديدا مع احتفاظ طبعا بالألقاب للجميع هيجرؤ ان هو يقول ان الامن قال اجله والامن ما قالش. دي مستحيل، عشان نكون متفقين مع بعض، هذا الامر مستحيل ولا يجرؤ ان حد يستخدم الامن والامن ما كانش يتكلم. ده مستحيل. طيب الامن قال، طب ايه اسباب الامن؟ خلي بالك بقى من حاجة، الامن ما تقدرش تقول ايه اسبابك، ما ينفعش. الامن يعني عشنا حياتنا كلها انه الامن بيبقى دايما لديه اسباب مش المفروض دوما ان هو يعلنها، لان هذه مسائل متعلقه بامن الوطن، وامن الوطن يجب اهلي وزمالك واتحاد وغيره. اذا اتحاد الكره في هذا الامر يعني ما نقدرش نلقي عليه اي مسؤوليه خالص خالص. طيب النادي الاهلي ما عجبوش الموقف، لانه من وجهة نظر النادي الاهلي انه حالته طيبة جدا، وان الزمالك الفترة اللي فاتت باستثناء ماتش يمكن امبارح ما كانش في الحالة اللي يستطيع فيها ان يقاوم فوران النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقة مع فايلر بيقدم كرة تحفة، كلنا لما جه فايلر قعدنا نقطع في الراجل وانا منهم، بس انا قطعت على خفيف يعني، لأنه قلنا ما اشتغلش في المنطقة العربية وما اشتغلش في المنطقة الإفريقية ازاي تجيبه كلنا يعني في الحاجات دي ما بنسكتش شوية. لكن الحقيقة شهادة لله يعني الراجل من ساعة ما جه الأهلي بيلعب كرة حديثة جدا ومتطورة للغاية، حاجة تفرح صراحة يعني. فالأهلي شاف ان هو كان يستطيع ان يفترس الزمالك في ظل الحالة العالية، بيكسب الأربعات والحكايات والروايات وبتاع، والزمالك ما كانش في الحالة الفنية اللي احنا نعرفها عنه. فعمل الأهلي بيان كبير طويل عريض استعرض فيه وبدأ باحترامه للأمن، وطبعا هذا هو النادي الأهلي الكبير العريق يعني، استعرض فيه الأمن وإنجازات الأمن ونحن مع الأمن وكذا وكذا، وأشار في جزء من البيان إن الأهل إن الأمن استطاع أن يؤمن أمم إفريقيا وماتشاتها وكذا وكذا ولم تحدث أي حاجة. يعني عايز يورينا الأهلي أنه الأمن قادر على التأمين. وعلى فكرة من المؤكد ما كانش في أدنى مشكلة فيما يتعلق بالأمن على ملعب المباراة. يعني إيه؟ يعني لو الأهلي لعب مع الزمالك في برج العرب ولا في أي مشكلة. لكن هي رؤى أمنية، أنا ما ينفعش أخوض معاكم في أسباب. ربما أنا من جوايا عندي يعني ربما بعض الرؤى في وجهة نظر الأمن، لكن ما ينفعش الأمن يطلع يقولك. طيب فالأهلي بناء عليه وفي بيانه قال لك أنا مش هلعب ولا مباراة إلا لما ألعب مباراتي مع الزمالك. ده كان موقف النادي الأهلي في بيان طويل عريض، مش محتاج ان انا اقراه لانه البيان ده كان اعتقد من يومين وكل حضراتكم عرفتوه، او الخميس اللي فات تحديدا. يعني الزمالك يعني اتصور لم يعقب رسميا، ربما كانت هناك بعض التصريحات للمستشار مرتضى عبر قناته قناة الزمالك، لكن بشكل عام ما كانش هناك بيان رسمي بمعنى بيان رسمي، ومن ثم لا نستطيع ان احنا نقول ان الزمالك عقب على اللي قاله النادي الاهلي.
انا ما تسالني الاول قبل ما اكمل الحكايه عن وجهه نظري في المساله دي، اقول لك انه الاهلي استعجل شويه في حته ان انا مش هلعب اي مباراه الا لما العب مباراتي مع الزمالك. انا اشوف فيها كلهم اصدقاء، من اول الكابتن محمود الخطيب لاخر واحد كله اصدقاء واحباء. ولما بنقول وجهه نظرنا يا جماعه مش معنى هذا ان احنا بننتقد اطلاقا، لكن من حقنا كاعلام ان احنا نوضح يعني. طب ليه كان لازم يعني يبقى واخد باله شويه النادي الاهلي وبيصدر هذا البيان؟ لانه قبل كده لو تذكرنا قبل امم افريقيا لما حصل تاجيلات، النادي الاهلي قال مش هلعب ولا مباراه في الدوري العام بعد امم افريقيا. فاكرين انتوا الحكايه دي؟ ولكن واقع الامر النادي الاهلي لعب بعد امم افريقيا، لانه ما ينفعش النادي الاهلي ما يلعبش. برضو البيان ده فيه استعجال شويه، لانه ما ينفعش النادي الاهلي يقول كده، لانه هيلعب. انا يعني 100% 100% عنده ماتش الاهلي مع الجون يوم الاربعاء، من المؤكد انه هيلعب، ما فيهاش فصال. بعض الناس طبعا حبت تستغل الحكايه دي وبداوا يستفزوا شويه النادي الاهلي وينزلوا لائحه المسابقات لو الاهلي ما لعبش هيحصل إيه. طبعا انا اربق بالنادي الاهلي ان احنا نتكلم في جزء زي ده، لكن بشكل عام بره النادي الاهلي، بره النادي الاهلي عشان كلامي مفهوم، في حاله انسحاب اي فريق امام اي فريق اخر في المسابقه بيبقى اولا خسران الثلاث نقط بتوع الماتش ده، وبعدين في نهايه الموسم بيتخصم منه ثلاث نقط من رصيده. يعني ممكن يبقى الاول تتشال الثلاث نقط دول يبقى ثاني مثلا يعني. طبعا هنا انا لا اتحدث عن النادي الاهلي اطلاقا، النادي الاهلي اكبر بكتير من اللي انا بقوله ده، لكن بشرح الحكايه بتمشي ازاي. النهارده الحقيقه حصل اتصالين لمسائل انوار تحديدا. اتصال للكابتن سيد عبد الحفيظ، واتصال اخر للمتحدث الرسمي للنادي الاهلي الاستاذ شريف. كابتن سيد عبد الحفيظ سالناه من خلال اسره الاعداد، كابتن سيد انتوا هتلعبوا يوم الاربعاء الجاي ماتش الجونه ولا مش هتلعبوا؟ كابتن سيد كان رده واضح جدا جدا جدا، قال لك بالحرف الواحد ايه؟ انا حتى نفسي اطلع اللي هو قاله بالحرف الواحد عشان يبقى الكلام على لسانه هو شخصيا. قال ايه الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ هقول لكم حالا دلوقتي اهو. الكابتن سيد قال بالحرف الواحد: لا استطيع ان اقول قرار نهائي بتواجدنا يوم الاربعاء امام الجونه من عدمه، لان الامر برمته خاص بمجلس اداره النادي الاهلي، ولكن بالطبع متفاجئين باعلان اتحاد الكره لحكام المباراه قبل 5 ايام من موعدها. اتحاد الكره النهارده طلع طاقم التحكيم بالكامل لمباراه الجونه والاهلي بتاعت يوم الاربعاء. اعتبرها ذكاء، هعتبرها فرض امر واقع، زي ما تعتبرها اعتبرها، يعني بيقول للاهلي ان الماتش هيتلعب هيتلعب، تمام. وعلى فكره برضو في الحته دي برضو ولازم اقول كده، ومحدش من الجماهير يزعل مني ابدا ابدا، انا قلت الامن قراره، اتحاد الكره لا يملك فيه قرار. لما الامن يقول يمين كلنا هنمشي وراه، بما فيهم اتحاد الكره بما فيهم اي حد، شمال يبقى كلنا برضه نفس الوضع. فانا ابرئ اتحاد الكره من هذا الامر تماما تماما تماما. لكن مساله انه يعني يسبق النهارده وقبل 5 ايام بتعيين حكام، وهو عاده لا يعلن الحكام الا قبلها بيوم، اوفر شويه يعني، اوفر يعني، يعني بالبلد ايه بوريك من اولها هنا هذبح القط، لا مش حلوه دي، خليك في مواعيدك الطبيعيه. انت كده كده بعت جواب للجونه قلت لهم الماتش بتاعك يوم الاربعاء على ملعبكم الساعه 5:30 امين خلاص، وبعت نفس الجواب للنادي الاهلي قلت لهم نفس القصه خلاص، الموضوع كده انتهى. عشان بقى ايه يعني انا مش عايز بس ايه اسخن الامور اكتر من كده. طيب خلاص، يبقى الكابتن سيد قال كده. نروح بقى ل طبعا الاستاذ شريف، وهو المتحدث الرسمي شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الاداره. قال ايه؟ قال مندوبنا
زميلنا في الاعداد، قال مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ابلغني، ابلغ الاستاذ شريف فؤاد يعني، بعدم الادلاء باي تصريحات والاكتفاء بالبيان الذي صدر الخميس الماضي، اللي هو ان احنا مش هنلعب الا لما نلعب مع الزمالك. لذلك نفضل عدم الحديث الان حتى لا تفهم تصريحاتنا بشكل خاطئ، ولكن خلي بالك من بعد ولكن دي، ولكن في الوقت نفسه من الوارد ان يكون هناك انفراجة بخصوص الازمة حسب ما يلوح في الافق حتى الان. ده راجل متحدث الرسمي، يبقى برضو كلمته. انا بقول لكم من دلوقتي اهو، المباراة ستقام في موعدها يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله الساعة 5:30 مساء في مدينة الغردقة وعلى ملعب الجونة، مؤكد مؤكد مؤكد. وتنتهي القصة عند هذا الحد، وما اقدرش اقول نتمنى ما يبقاش في تأجيل، لان القصة متعلقة بالامن. اتحاد الكرة الحقيقة حاطط جدول محترم وماشي عليه، لكن يتبقى جزئية الامن، ده اللي احنا ما نقدرش نتكلم فيه زيادة. يلا، بمناسبة الاهلي طبعا والحديث عن نادي الاهلي الكبير، وعشان كنا غايبين عن الشاشة الفترة اللي فاتت، لكن ما نقدرش نغيب عن الاحتفال بتاع النادي الاهلي، نعيش هذه الدقائق مع احتفالية النادي الاهلي بحصوله على درع الدوري الاهلي. الحمد لله، منظر جميل. يا رب دايما في احتفالات، يا رب دايما موسم بيخلص ونسلم البطل، وببارك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، ويا رب دايما كل الكره المصريه في انتصارات. هي دي الكوره على فكره، الكوره بتدي رسائل مهمه جدا، والحمد لله طبعا يوم الناس كلها مبسوطه، ودي احتفاليه بطل دوري يستحق 41 دوري طبعا، واتمنى ان شاء الله على طول يبقى مصر كلها احتفالات يا رب. النادي الاهلي ما ينفعش غير يبقى نمره واحد. النادي الاهلي زي سلوجن كده يعني، بيقهر المستحيل وبيعمل كل ما في وسعه، وفي الاخر هي يعني بتبقى عايز تسعد الجمهور اللي هو الاساس. دايما النادي الاهلي رقم واحد الحمد لله، والنهارده بنحتفل، وكان نفسنا نحتفل مع جماهيرنا، بس باذن الله يمكن يعني السنه الجايه ان شاء الله يعني يكون الظروف افضل من كده يعني امنيا، ونقدر ان احنا نحتفل مع جمهورنا. دي الحاجه اللي احنا بنتمناها. مش اخر دوري، وان شاء الله الدوري كتير. البطوله كانت اغلى بطوله، كان فيها تحديات كتيره جدا. يمكن بدانا الموسم كنا في المركز الاخير، نكيد تاجيلات واصابات وظروف يعني مش طبيعيه، وفضلنا ماشيين الحمد لله في طريقنا، ما كناش بنرد على حد. واجهنا حاجات كتيره جدا، واجهنا صعوبات كتيره جدا، لكن في النهايه بان معدن النادي الاهلي. انا بشكر اللعيبه جدا وبشكر المسؤولين النهارده، لان فعلا حفله جميله، حفله تنم عن مستوى التنظيم اللي بيقوم به النادي الاهلي. سعيدنا موجود معاك، وسعيد ان انتوا احتفلتوا معانا النهارده بدرع الدوري ال 41، ونتمنى يا رب تحتفلوا معانا السنين اللي جايه ببطولات كتير ان شاء الله. كالعاده النادي الاهلي دايما يعني الحمد لله بيتوج وبيتوج وبيتوج، فدي حاجه انا على المستوى الشخصي فرحان جدا بيها ان انا ابقى موجود النهارده. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي في الاول، اللي اعتقد ان النادي معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. مبروك مجلس اداره، تحمل صعوبات كتير جدا وتعمل تحديات كتيره جدا، لكن الحمد لله ربنا كملها بالخير وكملها بدوري اعتقد كان طعمه جميل جدا. وده يدل ان النادي الاهلي غير، النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي دايما هو رقم واحد في الوطن العربي وفي افريقيا. هو ده النادي الاهلي، وهو ده فعلا بنتعلم حاجات كتير قوي من النادي الاهلي، وقيم النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي. الواحد مبسوط اللي هو جزء من الكيان ده، فالبطوله كانت صعبه، الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد البطوله يعني الحمد لله. بنشكر الحقيقه النادي الاهلي دايما انه بيعيد لينا دايما حقيقه ذكرانا لهذه البطولات العظيمه. النادي الاهلي دايما جمهوره ولاعيبته وادارته واجهزته الفنيه بيبقوا دايما متعودين على كده، ان احنا دايما منافسه. مشاعر حلوه كلها، ده كنت حاسس ان احنا كلنا مع بعض عيله واحده، وحققنا حاجه كانت صعبه فعلا، كانت البطوله بعيده قوي، بس الحمد لله قدرنا نتفوق بيها، وطبعا دي حاجه كان يبد منها. بنشكر الناس كلها اللي وافقت ان الحفله زي دي تطلع بالمستوى ده وبالشكل اللائق ده. السنه الجايه هنتقابل ان شاء الله، نوعد الجمهور ونوعد الناس كلها اللي بتحب النادي الاهلي، ان شاء الله اكون برضه في الاحتفاليه السنه الجايه اكون موجودين مع بعض. يا مساء الأنوار. يا مساء الأنوار.
مساء الأنوار. يمكن آخر خبر عندنا فيما يتعلق بالنادي الأهلي، تدريباته النهاردة كانت تدريبات طبيعية للغاية. حسام عاشور تعرض لإصابة وخرج من التدريب بصحبة الطبيب. حراس المرمى الثلاثة تدربوا تدريب شاق للغاية. فايلر المدير الفني الكفء الحقيقة للنادي الأهلي عمل مجموعة من الجمل التكتيكية اللي هيطبقها في مباراته القادمة، والجميع في النادي الأهلي يعلم أن مباراتهم القادمة هي أمام الجونة يوم إن شاء الله الأربعاء القادم الساعة 5:30. ماذا عن منتخبنا الوطني؟ خلينا نمسي على كابتن الكبير كابتن حسام البدري. مساء الأنوار يا أبو كباتن. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، بالتوفيق ومبروك طبعا للبرنامج الجديد، وإن شاء الله موفق كالعادة إن شاء الله، وكل التوفيق تبقى إضافة دايما للكورة والرياضة بشكل عام إن شاء الله. يا رب يخليك أبو كباتن. أنا وأنت دخلنا يعني معركة جديدة، أنت مع المنتخب الوطني وإحنا مع مساء الأنوار. طيب يبدو ان الخط فصل، هتقولنا مره تانية. طبعا كابتن حسام البدري مدير فني كبير، ما فيش شك في هذا، وفي نفس الوقت الحقيقه تعيين مدير فني المنتخب مصر كان ولاده متعثره حقيقه للغايه، يعني الى ان استقر الراي طبعا على الكابتن حسام. كان في مجموعه من المرشحين، لكن يبقى الحقيقه الكابتن حسام البدري له انجازات كبيره مع النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي. قدم الحقيقة عطاء أكثر من رائع خلال عمله كمدير فني، ومن هنا جاء اختياره بشكل رائع للغاية. كابتن حسام، آخر جملة سمعتها مني إيه؟ أنا وأنت داخلين يعني تحدي جديد. خليها تحدي جديد. بالظبط كده، بالظبط كده. ويا رب إن شاء الله يعني نوفق إحنا الاتنين، وأنت طبعا مهمتك أهم مليون مرة من مهمتنا يعني. طيب ألو. اتفضل معاك يا كابتن، سامعني؟ اتفضل كابتن. تمام تمام. اولا بالنسبه لانطلاق معسكر المنتخب الوطني قبل طبعا مواجهتي كينيا وجزر القمر، هل اتحددت الفتره يا كابتن؟ هو في الواقع طبعا يمكن انا كلمت كابتن مدحت على الفتره الجايه، وقلت ان المفروض ان ختام المباريات الخاصه بالدوري العام هيكون يوم 28 ان شاء الله من الشهر الحالي. نعم. فمفروض ان التجمع هيبقى يعني بعديها بايام بسيطه، هنشوف طبعا اخر مباريات تمت بالنسبه للمجموعه المختاره، لان حسب المجموعه اللي هيتم اختيارها ان شاء الله. في نفس الوقت في يمكن في بعض الفرق هتلعب قبل يوم 28، وفي فرق لسه هتلعب يوم 10 زي الاسماعيلي وطنطا، عندهم مباراه مؤجله. نعم. وفي المحترفين مباراتهم هتمتد لغايه يوم 10 نوفمبر، يعني انا بقول 28 الشهر الحالي الدوري هتبقى المفروض اخر مباراه حسب جدول الدوري العام. لكن في مباراه هتبقى لسه يوم 10 نوفمبر، اللي هي مباراه الاسماعيلي وطنطا المؤجله، لسه المحترفين هيبقى مباراتهم ممتده لغايه يوم 10 نوفمبر. لسه كاس مصر هيبقى فيه الادوار التغييريه من يوم 1 ليوم 9، فكل دي طبعا ارتباطات متفرقه هتحول ان احنا نتجمع للقائمه اللي هيقع عليها الاختيار في وقت واحد. هتبقى التجمع على فترات متفرقه ومختلفه، كل مجموعه او كل فريق بينهي ارتباطاته المحليه او الكاس مباشرة بعدها بيومين ثلاثة، حسب بقى ما تشوف اللعيبة بالظبط، وإن شاء الله ما يكونش فيه إصابات. هيتجمعوا وهيبقى في معسكر مفتوح في الأول عشان نشتغل مع الناس اللي هي هتلعب مثلا 23 الشهر الحالي، اللي هتلعب بعدين 23. فهي الصعوبة في الأول الأزمنة المتفرقة دي، وفي نفس الوقت أكتر حاجة طبعا صعبة إن المحترفين هيخلصوا من 10 نوفمبر، انت عارف ان مباراتنا مع كينيا هتبقى يوم 14 نوفمبر. بالظبط. فالفتره الزمنيه قليله جدا جدا طبعا. فهذه الصعوبه اللي تواجهنا في الوقت الحالي. صحيح، يعني انا كمان يعني عندك صعوبه ضم المحترفين كمان مبكرا، اعتقد دي برضه هتبقى صعوبه اخرى. المحترفين اللي هيجوا المره دي يا كابتن، هل في ضمنهم محمد صلاح ولا مش هيكون موجود؟ ان شاء الله ان شاء الله هيبقى موجود، ولسه يعني حالا يعني من ساعه كده كنت لسه في حديث بيني وبينه،
يعني عن الواتساب على اساس اطمن عليه واطمنت عليه، وان شاء الله هو نازل مع الفريق بكره، هيتمرن مع الفريق بكره ان شاء الله، وغالبا طمني ان هو هيشارك في مباراه الاربعاء بشكل كبير، اذا ما كانش كده يبقى المباراه اللي بعديها اطمنت عليه الحمد لله ان هو هيبتدي تمرين مع الفريق بكره ان شاء الله. يعني هيبدا تدريباته مع ليفربول بكره، انه غاب النهارده على مباراه النهارده امام مانشستر يونايتد. غاب النهارده فعشان كده انا قلقت واطمنت عليه، فهو طمني انه هيشارك في التمرينات الجماعيه بكره ان شاء الله. هل تطرق الحديث يا كابتن حسام عن السوشيال ميديا وانه مش عارف اتصور ايه وعمل ايه والكلام ده، وانت يعني ريحت نفسيا ولا ما رحتوش المنطقه دي في الحوار؟ لا ما رحناش المنطقه دي، زي ما كلنا شفنا ان صلاح كان بيصور اعلان. يعني كان اعلان. كان اعلان بالظبط على احد المجلات. معاك يا كابتن اتفضل. يعني زي ما كلنا عرفنا وتاكدنا ان هو كان اعلان، فما تصرفناش الموضوع خالص يعني. بالظبط، ان الموضوع شخصي يعني خاص بي يعني. ولازم يعني الناس حقيقه تترفع عن المساله دي يعني، دي بالظبط يعني هو موضوع خاص بي وموضوع اعلان، فيعني احنا مش هنتدخل في الاعلانات اللي هو بيتعاقد عليها او كده، خلينا منطقيين يعني. صحيح. هل هنشهد في يعني المعسكر اللي جاي يا كابتن حسام وجوه جديده غير اللي شفناها في مباراه بوتسوانا؟ وارد جدا يا كابتن مدحت، لكن هو طبعا ان شاء الله يعني احنا في صدد ان احنا حتى نحط اسماء كتيره، لان لازم حتى عندنا مباراه بعديها باربع ايام مع جزر القمر. فلازم نحط كم كبير جدا حتى عشان اجراءات السفر، وانت عارف القرارات الوزاريه لازم يبقى في كم كبير جدا بنحط عليه الاختيار ان شاء الله، والمجموعه دي اللي هنقررها في خلال ايام برضو على اساس تبقى جاهزه معانا للمباراتين ان شاء الله. نتمنى ان هم بس ان شاء الله يكملوا المرحله الجايه دون اي اصابات ان شاء الله. يعني ده معناه انه في وجوه اخرى ستختفي من اللي انت اخترتهم المباراه اللي فاتت؟ لا، هو هيضاف عليهم اسماء، لان احنا لازم بقول نحط كم كبير على اساس ان نحط يعني مجموعه تحسبا لاي اصابات، لان حضرتك بقول لك في قرار سفر بيطلع لازم يتعمل له اجراءات، ولازم يبقى معاك مجموعه لكل الاحتمالات، لان لسه في مباريات كثيره، في مباراه في الدوري، مباراه في الكاس، ولسه في زي بيراميدز هيلعب في الكونفدراليه، وزي لو مثلا زي المصري لو اخترنا اي حد من المصري. فكل الاحتمالات دي لازم احطها في اعتبارها يا كابتن. هتاخد في حسبانك لعيبه المنتخب الاولمبي؟ طبعا، يعني لعيبه المنتخب الاولمبي ان شاء الله زي ما انا قلت في حديثي بالامس، في بعض اللاعبين طبعا في حساباتي، وان شاء الله يبقوا مؤهلين ان شاء الله في اول مباراتين. لو حصل ان هم تأهلوا في اول مباراتين، وارد جدا ان احنا نبتدي نفكر في مباراه كينيا، يعني يبقى معانا بعض العناصر ان شاء الله. طب ما تقول لي كده كم اسم يا كابتن من العناصر المنتخب الاولمبي؟ في اسماء طبعا، يعني في اسماء لسه قاعدين عليهم، زي طبعا رمضان صبحي، زي صلاح محسن، زي مصطفى محمد، كل دول قاعدين عليهم. في طاهر لاعب المقاولين، طاهر محمد طاهر. فيعني في يعني هم دول اللي قاعدين عليهم في الوقت الحالي ان شاء الله. في الوقت الحالي. اخيرا، هل في مباراه وديه قبل مباراه كينيا؟ بنحاول ان شاء الله، راسلنا ليبيريا وجيبوتي على اساس ان احنا نلعب مباراه يوم 8 ان شاء الله، ومفروض خلال الايام دي نعرف. اذا ما كانش كده طبعا برضه تفكيري يبقى الحل الوحيد ان الكم اللي انا حيو عليه الاختيار يبقى في ترايل، يبقى في ترايل ماتش، يعني اذا ما امكنش ان احنا يبقى في موافقات من احد الفرق الافريقيه اللي تيجي تلعب خلال الفتره دي. صحيح. يعني اخيرا يا كابتن حسام، انا قلت اخيرا دي مرتين، انت متعود معايا دايما اخيرا دي بتبقى ثلاث اربع. لا لا لا، معاك يا كابتن. لا معاك يا كابتن. الله يخليك. يعني طبعا احنا عارفين ان اول تجربه امام بوتسوانا هي التجربه الاولى للمنتخب تحت قيادتك طبعا، واكيد واحنا بنتفرج على بوتسوانا لم يكن الفريق اللي يعني كنا نحب ان احنا نلعب قدامه، باعتبار انه ما كانش الفريق يعني ذو مخالب زي ما بيقولوا يعني. هل انت يعني شاركت؟ هو يا كابتن مدحت، هو هل بالمنطق ان يبقى مثلا فريق بوتسوانا اولا احنا لعبناها اكثر من خمس ست مرات. ونتائجنا معاها نتائج يعني في مباريات كثيره تم التعادل، انتهت بالتعادل، وفي مباراه انتهت 1-0، وفي مباراه انتهت 2-0. فده دليل ان يعني احتكاكنا بوتسوانا اكثر من مره، وان هو فريق يعني مش بالضعيف يعني. أوكي. فريق مقبول. تمام. وفي نفس الوقت التجمع الاول، وكان تجمعنا لمده خمس ايام. فعاوز بس عشان الناس تبقى تتكلم بالمنطق، لما نتكلم مع الجماهير كمسؤولين وكاعلاميين
نتكلم مع الجماهير، لان الجماهير دي ليها حق علينا ولازم احنا بننور الجماهير واحنا بنفيد الجماهير، لان الجماهير حبها لكره القدم ده احنا عارفين طبعا حب زي الهواء. انا بقول يعني زي ما بتنفسوا الهواء دي كره بالنسبه لهم زي الهواء بالظبط. صحيح كدا. صحيح. فاحنا وجدنا ان احنا نوجه الجماهير وارائنا هي اللي بتنور الجماهير، وفي جماهير بتبقى واعيه عندها الكلام دوت وعندها الوعي ده، لكن في جماهير بتفكر بقلبها بس، وده حقهم علينا، وجميل جدا ان هم بيفكروا بقلبهم، لان احنا بنحب الجماهير اللي بتفكر بقلبها برضو وبتبقى داعمه لينا. لكن هل ان انا في تجمع لمده 5 ايام لاول مره التجمع في مجموعه جديده صحيح وهنفكر فكر جديد وهنبتدي نتكلم على شكل جديد وفكر جديد في طريقه اسلوبنا، ان يبقى ان احنا نلعب مع فريق تاني اخر يعني، ولا في منطق وفي خطوات وفي تدرج؟ صح. لا انا بتفق معاك تماما، بتفق معاك تماما. فلازم الناس تبقى فيه، عشان احنا ما ينفعش انا لقيت البعض بيتكلم بشكل سلبي، واللي بيتكلم بشكل سلبي هناك بعض الجماهير طبعا بتاعي، ان اللي بيتكلم بشكل سلبي ده بيبقى في بعض الاحيان له اغراض ايجابيه يعني. لكن صحيح. احنا خلينا نتكلم بمنطقيه، ويبقى بقول له احنا بنبقى مناره للجماهير. فاعتقد ان التجربه كانت جيده، اعتقد ان احنا ضيعنا فرص كثيره جدا، اعتقد ان التنظيم اللي كان موجود في الملعب هيك، لو جيت يعني ارجو ان انت برضه تجيب الجون دلوقتي بعد ما اختم معاك وتشوف الهدف هو بيه يا كابتن مدحت، الانتشار عامل ازاي في الملعب، وتوسيع لعيبه منتخب مصر موجوده في نص ملعب الخصم بشكل مثالي. صحيح. لو حد بيتكلم على الايجابيات هيتكلم على الكلام اللي انا بقوله عليه. لو حد عاوز يطلع سلبيات هيتكلم على السلبيات غير مفيده في الوقت الحالي. فكل حاجه بوقتها، وان شاء الله احنا عاوزين الناس تدعمنا، الناس تبقى ورانا، الناس بتدعم منتخب مصر، لان منتخب مصر ده يعني هي حاجه بتمثل مصر. فكلنا بنشتغل باقصى ما نملك عشان ان شاء الله نسعد جماهير مصر ونقدر نعمل حاجه لمصر ان شاء الله في الوقت. فطالبين ان احنا كل الناس تبقى ورانا ان شاء الله وتبقى داعمه لمنتخب مصر ان شاء الله. احنا في ظهرك يا كابتن حسام، وبنتمنى لك قطعا كل التوفيق. واحنا شفنا المباراه وكان في فعلا يعني احنا يمكن قلنا منتخب بوتسوانا ربما يكون متواضع، لكن على الجانب الاخر لانه منتخب مصر كان في هذه المباراه منتشر وقوي وضاغط، فما اداش فرصه حتى لبوتسوانا هي تتنافس. ماشي كده انا كويس؟ بس دي حقيقه والله، والله دي حقيقه. الله يخليك. بشكرك كابتن حسام وبتمنى لك كل توفيق في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نغادر بقى النادي الأهلي ونخش شوية في أخبار نادي الزمالك ومشاركته في السوبر إفريقي من عدمه نتيجة إقامتها في دولة قطر، وإيه اللي قاله رئيس نادي الزمالك في الحكاية دي، نجم طبعا من نجوم الكبار اللي كلنا بنحبه وكلنا طلعنا على صوته الجميل كروان التعليق الحقيقة، كانت انتشرت شائعة سخيفة كالعادة. ما هو الفيسبوك ده أحيانا بيبقى نقمة، احيانا بيبقى نعمه لما بتروح تطلع حاجه مفيده، تقرا عن حكايه معينه، عايز تعرف معلومه، ده لطيف. لكن يا لطيف بقى من الناحيه الثانيه بقى، فطلعوا اشاعه يعني الف بعد الشر عليه وفاه الكابتن ميمي الشربيني، ومع الاسف ان بعض الزملاء اخذوا من الفيسبوك وقالوها في برامجهم، وهذا لا يليق على الاطلاق. يعني اقل شيء لازم اتاكد، لانه ده خبر كابتن ميمي الشربيني ده كابتن كبير قوي 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 قوي، وفي نفس الوقت ما ينفعش اتناول خبر بحجم الوفاء دون ان اتاكد. فطبعا مساء الانوار هنا في القاهره، والناس طبعا لابد ان احنا كنا نتحرى الدقه على الفور. الحقيقه بعتنا زميلنا محمد عزمي للمكان اللي بيقيم فيه كابتن ميمي الشربيني وخصنا الحقيقه بهذا الحديث. له سحره وبريقه داخل مربع العمليه. جول جول والله لسه بقول لكم، وباشا تانية ابدا لسه بقول لكم، هو قدم اوراقه لمملكه النجوميه المبكره. بهني الكابتن مدحت شلبي الزميل في التعليق على البرنامج الجديد اللي هو عامله، ونتمنى له التوفيق طبعا زي الاذاعه ما كان مذيع يعني، يبقى البرنامج ده ينجح ان شاء الله. ما بيجي جول حلو كده فنتيجه طبعا تمريره بين لعيب ولعيب، فبقول دايره فكريه مغلقه ربطت بين مثلا فلان وفلان،
بالهمساتي باللمساتي بالنظراتي، ابعت لي يا فلان شوف شغلك يا سيدي، شغله هو غير انه يجيب جول. الاسلوب بتاعي او تهيألي يعني انه بيثري الماتش. ليه؟ لانه بقى جامع بين الصوت والتعبيرات والمعلومات، فببقى مرتب للماتش قوي. مش لازم اقول كل حاجه، بس بقى انا داخل مسنود. وحلاوه ايه والكره داخله تزغرط، والله الكره داخله تزغرط، الكره داخله تزغرط. يا مساء الانوار، ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا كابتن ميمي، وتفضل دايما حسك في الدنيا. ويمكن الحقيقه تشرفت في سنه من السنوات، انا بنسى دايما التواريخ يعني، كان الكابتن طاهر ابو زيد نجم النجوم طبعا، كان وما زال قطعد، حدد مباراة اعتزاله. فاتصل بي الكابتن طاهر قال لي انا عايزك تعلق على هذه المباراة بالمشاركة مع الكابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني ده هرم كبير جدا جدا يعني. فالحقيقة تشرفت جدا جدا بمصاحبة الكابتن ميمي الشربيني في استاد القاهرة، وطلعت حتى وانا قاعد جنبه وانا يعني بسمعه حتى قبل ما تبتدي المباراة بصوته الجميل الرنان ده، بقيت عايز اقول له لا علا انت ونقعد جنبك بس اسمعك واتفرج عليك. والله والله، وحتى من ذوقه وشاكته، كان هو وقتها طبعا نجم النجوم في التعليق وانا كنت لسه طالع الحقيقه، فحتى قال لي يوميها تحب ابتدي انا وتختم انت ولا تبتدي انت واختم انا؟ قلت له يا كابتن انا تبعك اللي انت تقوله. والحقيقه الخمس دقايق اللي كان قعدنا اشتغلنا خمس دقايق وخمس دقايق، والخمس دقايق اللي كنت بسمعه فيهم والله ما كنت عايزهم يخلصوا من جمال صوته. ربنا يديك الصحة يا كابتن ميمي. نروح لنادي الزمالك، وزي ما شفنا احتفالية النادي الأهلي بتسلمه درع الدوري العام، نادي الزمالك أيضا حصل على بطولة إفريقيا لكرة اليد، ورجع خمسة فجرا من كام يوم، وكان هناك استقبال رائع لهذا الفريق الكبير في مطار القاهرة الدولي. احنا النهارده ما نمناش عشان نيجي نستقبل رجاله نادي الزمالك، يستحقوا نيجي لهم، يستحقوا ما ننامش عشانهم، يستحقوا نشكرهم لان هم فرحونا وفرحوا جماهيرهم وفرحوا مجلس ادارتهم، فعشان كده كنا في استقبالهم وحريصين احنا نكون موجودين النهارده معاهم. هي دي الفرقه اللي انا مطمن لها، الفرقه اللي ببعتها انا قاعد مستني يجيبوا بالكاس، انا مش مستني هيعملوا ايه، انا مستني الكاس، وعشان كده انا جيت اخد الكاس. بقول الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك الحبيب اللي ورانا في كل حته وواقف معانا وبيساندنا وعمره ما بتخلى عن فريقته، في احلك الظروف بتلاقي دايما موجود، ربنا رايد انه يفرحه. الف الف مليون مبروك. احنا بنعمل اللي بنعمله عشان الناس دي، يعني انا مش قادر اقول لك، الناس اللي صاحيه الصبح وجايه من كل حته عشان تقابلنا، ده بيخلينا نار زي ما شفت كده. ما ينفعش نعمل حاجه غير ان احنا نكسب، الحمد لله، وربنا بيساعدنا بكده، الحمد لله رب العالمين. طبيعي بتاع جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك مختلف، دايما متواجد معانا ودايما بيشجعنا ودايما في ظهرنا وبيتواجد في كل المناسبات معانا، مش جديد عليهم، ده الطبيعي بتاع جمهور نادي الزمالك. لا هو مفيش رياضي بيكتفي من البطولات، لا يعني هو طالما انت بتلعب بتحاول بتكسب دايما. احنا كنا خاسرين ثلاثة، وطبعا يعني دقيقة ونص في الهاندبول دي حاجة قليلة ان تبقى خسرت ثلاثة وتعوض، بس احنا فرقه الحمد لله ما نعرفش مستحيل، وقدرنا الحمد لله نكسب ونعوض ونكسب بطولة. الله يبارك في حضرتك، والحمد لله ان احنا كسبنا بطوله افريقيا، بطوله غاليه الثالثه على التوالي، هتوصل خلينا نطلع احتفظنا بالكاس وبنهديه للجمهور، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. احلى احساس في الدنيا ان تنزل مصر تلاقي كل الجماهير دي موجوده الساعه 6 الصبح، حاجه جميله جدا الصراحه، حاجه تشرف، وان شاء الله على طول نبسطهم ونفرحهم ان شاء الله يا رب. لا حاجه جميله جدا ان انت تلاقي كم من الناس دي في ميعاد زي ده تبقى مستنياك، الناس كلها متابعانا من اول البطوله لحد اخرها، ما فقدوش الامل فينا، يا رب نكون فرحناهم ودايما مفرحينهم، واحنا عشان كده بنلعب طبعا، دي رياضه وبنحبها وعايزين نكسب ونحقق بطولات وامجاد، بس ان انت تفرح كم من الناس دي اهم حاجه عندك، وان انت ترجع وان هم يهتفوا باسمك واحد واحد فينا من الفريق، مفيش احسن من كده اعتقد يعني.
اتصل سيادة المستشار مرتضى منصور بزميلنا محمد القاضي بيبارك لنا على البرنامج. شكرا جزيلا سيادة المستشار، ودائما هتبقى دي وسيلة الاتصال دوما بمشيئة الرحمن، واحنا بنحب قوي التواصل طبعا مع طبعا اهم مصدر بيبقى رئيس النادي ده اكيد. اذا قلنا حاجة مش مظبوطة حابب يصلح، اذا حابب يضيف حاجة، اذا حابب يدينا سبق زي ما عودنا، هو دايما اول ما مسألة انوار بتطلع بيبقى دايما متابع جيد جدا للبرنامج، وده شيء بنشكره عليه الحقيقه. النهارده فيما يتعلق باخبار نادي الزمالك، مصدر في نادي الزمالك وفق الكلام اللي قدامي نفى انه يكون في اي تصريح طلع من نادي الزمالك بيقول فيه انه جاهز لمقابله النادي الاهلي في اي توقيت. كان في كلام ان ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب يوم 28 اللي جاي. ف طلع طبعا تصريحات من مستشار مرتضى انه مش هيوافق على هذا الموعد. برضو اذا كان الكلام ده مش مظبوط يصححه لنا عن طريق زميلنا محمد القاضي. ده الكلام اللي طلع، الله اعلم. اولا الله اعلم هل بالفعل المباراة ستتحدد يوم 28 زي ما البعض قال، وهل بالفعل هناك تصريح بهذا الامر من رئيس نادي الزمالك انه مش هيلعب يوم طبعا ليه مش هيلعب 28؟ اتصور طبعا مساله، عشان نكون صرحاء وانتوا تعودتوا معانا على ان احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه، طرد فرجاني ساسي يعني هيتوقف المباراه القادمه، والمباراه القادمه للنادي الزمالك هي مباراه افريقيه لا تعنينا في موضوع الانذارات. يبقى اول مباراه اذا كانت 28 هتبقى مباراه الاهلي. الزمالك طبعا فرجاني له ثقل كبير جدا في نادي الزمالك، وبالتالي وضع طبيعي لن يرغب نادي الزمالك انه يلتقي مع النادي الاهلي في غياب فرجاني، عشان نكون واقعيين. لكن هذا الامر سيصطدم ربما بمواعيد يحددها اتحاد الكوره. القصه دي كلها هتبان خلال الايام القليله القادمه، ولكن ما اكده المصدر في نادي الزمالك انه ما حصلش ان حد طلع وقال انه الزمالك هيوافق انه يلعب النادي الاهلي يوم 28، ده فيما يتعلق بمباراة النادي الأهلي. طيب هناك بقى موضوع تاني مهم جدا جدا نادي الزمالك الحقيقة، السوبر الإفريقي. مفترض أن نادي الزمالك هيلتقي مع نادي الترجي في لقاء السوبر الإفريقي، بطل الدوري مع بطل الكاس، أو بطل الكاس مع بطل الدوري الإفريقي. الزمالك واخد الكونفدرالية والترجي واخد دوري الأبطال، الاثنين بيتقابلوا مع بعض في مباراة اسمها السوبر الافريقي. المباراة دي مقرر ليها ان هي تتلعب غالبا في النص الثاني من يناير اللي جاي، ومكان هذه المباراة في قطر. قطر وفقا لتصريحات الكاف حصلت على حق إقامة مباراة السوبر الافريقي على ملعبها 3 سنوات. السنة اللي فاتت لعب بين الترجي اعتقد كان والوداد، لا الترجي والرجاء، والرجاء المغربي. السنة دي مفترض بين الزمالك المصري والترجي التونسي. أنا بس عايز أسأل سؤال ما يزعلوش مني، يعني قطر بتاخد ليه حقوق السوبر الإفريقي؟ يعني عارف حد بيتلكك قوي، يعني ده تلكيك، يعني تمالك ومال السوبر الإفريقي. يعني أولا أنت دولة آسيوية، وعلى عيننا الدول الاسيويه، احنا لعبنا سوبر وكذا وكذا في الامارات ونتمنى نلعب في الامارات طبعا او في السعوديه او غيره، لكن قطر بتتلكك، ده اسمه تلكيك. لما يشتري حقوق السوبر الافريقي يعني عايزك بالعافيه تروح تلعب هناك. على فكره احنا الشعب القطري اصدقاء واحباء، مش مشكله اطلاق، نحن دائما في موقف ما مع السياسه القطريه، وده ما بتكلمش هنا في السياسة، أنا بتكلم في فيما يتحدث به رجل الشارع. تتاخد ليه السوبر مالك ومال السوبر الإفريقي؟ ما انت واخد كل الحقوق، ربنا يا سيدي يزيدك، وكلنا مشتركين طبعا عشان نتفرج على الحقوق ونتفرج على المباريات اللي بنحبها. لكن سيب بقى السوبر الإفريقي واخد الماتش عندك بالعافية ليه؟ أمر الحقيقة غريب وعجيب. ده يوريك إنه الحكومة القطرية أو القائمين على قطر ما عندهمش الملعب الطبيعي اللي يستقبل فيه الأشقاء، فهجيبكوا غصب عنكوا تلعبوا عندي. أمر مش حلو يعني. على ضوء
أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى إنه هو مش هيلعب هذه المباراة في قطر. بس خلي بالك لائحة الكاف بتقول إيه؟ بتقول لو أي نادي انسحب من السوبر الإفريقي ثلاث سنوات قادمة إذا تأهل للسوبر الإفريقي محروم منه، محروم من المشاركة في البطولات دي إطلاقا، يعني مش هيلعب ثلاث سنوات بالإضافة لغرامة مالية كبيرة جدا. أمر معقد. آخر حاجة قالوها إنه احتمال الاتحاد الإفريقي يسحب تنظيم مباراة السوبر الإفريقي من قطر. أشك في الحكاية دي لأنه قطر يعني تمام في الحتة اللي انتوا عارفينها دي، تمام تمام تمام، وبالتالي الموضوع الله أعلم إيه اللي هيتم فيه. طيب هو أكد لنا برضو المستشار مرتضى دلوقتي برضو عن طريق صديقنا محمد القاضي أنه مهما حصل تليفونيا، أنه مهما حصل مش هيسافر ومش هيروح قطر، ودولة معادية مصر، وبالتالي هو لن يلعب هناك على الإطلاق. دي مكالمة حاليا على الهواء مباشرة. نتمنى الاتحاد الإفريقي يراعي، ما خلي بالك برضو من حاجة، لابد أنه الاتحادات القارية تراعي الظروف الإقليمية. هناك أمر ما يعني كلنا عارفين أنه ليس هناك وفاق بين قطر وبين معظم الدول العربية عشان نكون صرحاء يعني، فيعني ما حبكتش بقى أن أنت تبيع الحقوق لقطر. كلمة الاتحاد الإفريقي، وحتى الآن حقيقة الاتحاد الإفريقي ما اداش إعلان رسمي، لكن اللي احنا عارفينه ومتأكد منه حتى هناك متحدث فيما يتعلق باسمه شيهو ديكو، ده عضو لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي، هو اللي صرح أن المباراة تبقى في قطر، لكن لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الاتحاد الافريقي بتنظيم هذه المباراة في قطر. كنا نحب الامور تبقى غير كده، لكن شاء المولى وشاء حكام قطر ان يضعوا نفسهم في هذا المحور من الحديث، ان احنا مش حابين نلعب عندكم ومش عايزين نلعب عندكم حقيقة يعني. طيب جروس اللي ساب نادي الزمالك راح المملكة العربية السعودية مدربا لنادي أهلي جدة السعودي. عندنا لقطات كده بسيطة نشوف استقبال جروس هناك. Always where I worked when I signed the contract with a lot of passion and I wanted to improve the team and to win something. I was never interested to be in the middle of the table. طيب ده فيما يتعلق بالموقف الأخير لنادي الزمالك. عايز بقى أرى لكم بقى مجموعة من تعليقاتكم على السوشيال ميديا حالا بيحمل معايا هو، وهنقرا. جالنا ما شاء الله اول حلقه لي النهارده ما شاء الله كالعاده الاف مؤلفه من التعليقات. كان السؤال انتوا فاكرينه بيقول ايه؟ بيقول اهو تاجيل لقاء القمه بين الاهلي والزمالك، هل جاء في مصلحه احد الفريقين ولماذا؟ يلا. احمد مودي، سنوال جنرال يا كبير، الحمد لله على السلامه ربنا يخليك. طبعا كل التعليقات انا شايف فيها سلامات ومباركات، فانا طبعا بشكركم جدا كلكم، فهستأذنكم مش هكرر حكاية المباركات، لكن ألف شكر ليكم جميعا. هنا بس بيمسي ويعني بيبارك، شكرا يا حبيبي. أمل سمر برضو نفس الكلام، أشكرك يا أمل على كل الكلام الجميل اللي أنت كاتباه. أوس الحفني بيقول يا رب تكون حيادي مع كل الفرق. والله حاضر يا أوس، عمري ما بتحيز والله أبدا، ولا عمرها حصلت في حياتي إطلاقا. حمدي مبارك أبو يزيد من الفيوم مركز يوسف الصديق قارون، طبعا الزمالك استفاد كتير من التأجيل يا كابتن. أحمد المعيني العماوي من البحيرة مدينة المحمودية، الله يبارك فيك يا حبيبي، بيقول الزمالك استفاد عشان الحالة الفنية أقل حاليا من نادي الأهلي. محمد الدغار العمدة، سوهاج قرية بهتة مركز المراغة، من وجهة نظر التأجيل لصالح النادي الأهلي طبعا. تمام. طارق عباس محمدين بيقول طبعا التأجيل ده لصالح نادي الزمالك. سمر السيسي
لازم اقرا لكم بقى دي صبر عشان واضح ان هي بنوته صغيره. ازاي حضرتك يا عم مدحت، وحشتني جدا، حبيت اسلم على حضرتك واقول لك وحشتني قبل ما انام عشان المدرسه الصبح. ربنا يخليك يا حبيبتي وتكبري كده وتطلعي احسن واحده في الدنيا ان شاء الله. فادي سامح الاليوبيه شبرا الخيمه في مصلحه نادي الزمالك لان الاهلي افضل حاليا من الزمالك بكتير. محمد رمضان العتماني الشهير بشبانه من هنا مركز قوس نجع العتامين بيقول كلام كتير في المباركه. طيب بيقول ان المباركه لازم تتاجل لان ده قرار الامن ولازم نحترم الامن. برافو عليك. محمد السعيد الشناوي قريه سجين قطور غربيه، اكيد الزمالك هيستفيد عشان حالته الفنيه اقل حاليا. سامي البنداري من سوهاج مركز جرجا قرية بندار الغربية، طبعا المستفيد الزمالك عشان الاهلي فايق عنه. علاء السيد من الجيزة اشكرك يا حبيبي، التأجيل جاء من مصلحة نادي الزمالك. محمد منعم عطلة من شلمون الترعة، بساط كرم الدين عزبة سردح زل عموم، الاهلي لازم يتمسك بحقوقه وكل واحد يقف عند حد. طيب عيد ابو بدوي بيلا كفر الشيخ طبعا في مصلحه الزمالك. الشابوري عبد العاطي لازم الاهلي يتمسك بموقفه. احمد وائل من سور النادي القناطر محافظه الاليوبيه، التاجيل في مصلحه النادي الاهلي لان الزمالك افضل واحسن من الاهلي بكتير. حماده يحيى التاجيل في مصلحه الزمالك. اخد كمان خمسه جماعه هجري لي كده 300 400 رساله نجري كده شويه مع بعض. رضا محمود عيد من البحيره مركز ابو المطامير بيقول الاتحاد فشل في ترتيب الجدول. مش بتفق معاك يا رضا لان ده قرار امن. احمد عبد الهادي تاجيل مباراه الاهلي والزمالك طبعا لمصلحه نادي الزمالك. عمرو الوالي من البحيره مركز بدر قريه المعركه في مصلحة الزمالك طبعا. اخد كمان ثلاثة يا جماعة اجري كمان 300 400 رسالة كده. اسلام خالد جت في مصلحة الجمهور المصري لاننا مش متعودين على القمة في الجولة الرابعة وكفاية كده علينا. عبد الله محمود فروح قلهانة اتصل فيوم اكيد في مصلحة النادي الاهلي. زياد سعيد من قرية قنبانية لقين كفر الدوار البحيرة، صراحة ده إهانة للكرة المصرية. أخد كمان اتنين يا جماعة. عصام غريب السويسي بيقول لازم اتحاد الكرة يقدم استقالته. ملحقش يا عصام ملحقش، وبقى أنا عايز أقول برضو يا جماعة اتحاد الكرة والله ما له ذنب في الموضوع، مش بدافع. زياد فؤاد من كفر صقر حي النهضة، أنا بقول لمصلحة الزمالك. رضا محسن ده اخر واحده ناخده، مبروك العوده لمصلحه الوطن الغالي. اشكرك يا حبيبي رضا محسن من انتاج البارود البحيره، والتاجيل من مصلحه نادي الزمالك. تمام، دي كانت تعليقات حضراتكم. كل يوم كالعاده هيبقى عندكم سؤال المشاهدين، بنحاول ان احنا نفكر مع بعض وعلى فكره بتبقى ارائكم اراء ممتازه، خصوصا لما يكون بنطلب راي فني. وبكره عندنا على فكره حصاد الاسبوع، هنعرض كل اهداف الاسبوع بالطريقه اللي انتم شفتوها، هيكون عندنا محللين كبار جدا بكره. يبقى عندنا الكباتن فاروق جعفر وعلاء ميهوب، هنعمل حلقه تحفه باذن الله، وهنتكلم عن ظواهر الاسبوع، وهنحط اللقطات بتاعتنا بطريقتنا، وهنحط الافكتات بتاعتنا والمساحه والحكايه والروايه والدنيا. يعني هتحسوا ان شاء الله ببرنامج دسم من كل الوجوه. النهارده طبعا ضيفي كابتن الكبير احمد حسام ميدو، هنكلمه في كل حاجة ولكن بعد الفاصل. يا مساء الأنوار، ظ
ظلمنا ظلم باين يعني. ضربه الجزاء من بره وحضرتك تقدر تجيبها وتعيدها، الحكم واقف اصلا في نص الملعب. يعني هو في تيست بيتعمل للحكام، انا عايز اعرف حكم في ضربه جزاء يبقى واقف في نص الملعب ازاي؟ دي حد يفهمها لي. تاني حاجه كل القرارات علينا عكسيه، يعني انا مش فاهم حاجه. طب لحد امتى يعني؟ لحد امتى الكره هتفضل كده يعني؟ بجد والله ما بهزر، لحد امتى الكره هتفضل كده؟ ده احنا ظلم باين. هو المشكله احنا كنا اصلا نزيد شوط تاني عايزين نهاجم، بس في حاجه في الملعب الهواء بيبقى عكس اتجاه الكره، فالهواء ضغطنا شويه. فلو انت حضرتك برده شفت الماتش، ضربه الجزاء ممكن يبقى فيها برده كلام، مش هتكلم برده، يمكن ضربه الجزاء اللي قلبت الماتش شويه، بس احنا طول الماتش ماشيين كويس الحمد لله. التعادل النهارده كان تعادل كويس، لان احنا بنلعب فرقه محترمه برده على ملعبها، فديها كانت حاجه كويسه ايجابيه بالنسبه لينا في بدايه الدوري. احنا ادائنا الحمد لله يعني، طبعا في اول المباريات دايما بتبقى الاداء مذبذب دايما ما بين كويس ووحش وبتاع، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نلم نفسينا وقدرنا ان احنا نرجع للماتش بسرعه يعني. الحمد لله توقيت الهدف كان كويس بالنسبه لنا يعني. الحمد لله الحمد لله شكرا لله. البونت كويس في بدايه الدوري، خصوصا بتلعب فرقه كبيره، فرقه الامين، وبره ملعبك فرقه مفنشه السنه اللي فاتت مركز رابع على ما اعتقد او ثالث، احنا لسه فرقه صاعده. هم يعني مجريات المباراه بصراحه هم كانوا ضاغطين الشوط الاولاني، قدرنا الشوط الثاني ان احنا ننزل الهوا معانا، قدرنا ان احنا نتعادل. وضع طبيعي ان هم على ملعبهم في وقت من الاوقات هيبقوا مستحوذين، ده وضع طبيعي. لو المباراه على ملعبنا هتبقى برده نفس الريتم اللي ماشيه بيه. البونت بالنسبه لنا مش وحش الحمد لله. الدرجه الثانيه ما بتلعب بره ملعبك مع فرق كبيره المفروض ان هي مرشحه للمنافسه، ما بتتعادل معاهم البونت بيفرق. ساعات في فرق ما بتصعدش على بونت او بونتين، كنا طمعانين في 3 بونت في البدايه، لكن الشوط الاولاني كنا وحشين جدا طبعا. انا مش راضي على اللعيبه الشوط الاولاني. فأسوأ حاجه في الدنيا يا كابتن او في الكوره ان انت لما تدي تعليمات للعيبه معينه ان انت بتشتغل على فرقه معينه وعناصر معينه الناس ما تعملش اللي انت عايزه، ده بناء على ان جه الجون. دايما اشتغلنا على الاعلاميين ان عندهم الطرفين اللي تحت الفرويد كويسين جدا، هم دول اللي بيصنعوا الفرق. فطبعا الطرفين بتوع ما نجحوش، فدي كانت مشكله بالنسبه لي. اللعيبه طبعا بعد الهدف اللعيبه تاثرت بالجون، كنا وحشين جدا الشوط الاولاني، الهواء كان ضدنا، عده الملعب كانت على الاعلاميين. دخلنا الاوضه غيرنا طريقه واشتغلنا برضو عده الملعب، حاولنا نحفز اللعيبه الشوط الثاني ان الجون بيجي في ثانيه. الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا جينا ضربه جزاء ونجيبها جون. مش عارف ابدا منين يعني بامانه، لان المباراه النهارده والناس كلها اتفرجت وشافت شافت الفريق، شافت الفريق عامل ايه في الملعب، شافت فرقه البنك جايه بتدافع ازاي، بتسع لعيبه وبيلعبوا بلعيب بس قدام، ومع كل دوت والحكم برده بيساعدهم بيدهم ضربه جزاء وهي اصلا مش ضربه جزاء من بره، وحتى لو مش من بره هي اصلا مش حد لمس اللعيب بتاعهم. فمش عارف يعني من اولها انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. رحب بالنجم الكبير كابتن احمد حسام ميدو. يا مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن، والف مبروك على العوده في البرنامج مره تانية، ودايما من نجاح لنجاح، وان شاء الله يكون برنامج جميل كالعاده، ومصر كلها تفضل مستنياك كل يوم يا رب تسهر معاك باذن الله. ومبروك على حفاظك على رشاقتك. الله يخليك. يعني احنا لما ربنا اكرمك وخسيت انا كنت خايف لا ان انت ما بيجيلكش نفس الاكل. لا لا بحافظ، لا بتمرن، بتمرن كل يوم بالراحه كده وباكل اكل صحي ايه بقى بتاكل؟ اللي شاف التخن ما يرجعلوش تاني. ما انا كنت خايف فعلا، لكن بفضل الله انت زي ما انت في بتاكل وجبه واحده مثلا. لا لا باكل كتير، بس اكل كله صحي يعني. كله صحي. كله صحي. مرن كل يوم.
مش عايز اتخن تاني. بتلعب خماسي ولا؟ بلعب شوية فعلا؟ والله عايز اجي العب معاك بقى. طب يا ريت والله، ده احنا محتاجين واحد يمكن حد يقف جول. لا جول ايه؟ طب نور الدنيا، ربنا يخليك. عندنا تقرير بسيط كده بنقدمه لك. ربنا يخليك. العالمي أحمد حسام ميدو، واحدا من النجوم اللامعة في سماء كرة القدم المصرية الحديثة، الذين نجحوا في وضع أسماءهم على خريطة كرة القدم العالمية. بدأ ميدو مشواره مع كرة القدم وهو في 8 من عمره ناشئا بنادي الزمالك، حتى تم تصعيده للدرجة الأولى عام 1999، وأحرز أول هدفين له أمام الألمنيوم. تألق ميدو مع الزمالك سلط عليه الأضواء ليبدأ رحلته نحو الاحتراف الأوروبي سريعا، لينضم إلى جنت البلجيكي في سن 16 عاما. إلا أنه استطاع التغلب على الغربة وتألق مع فريقه مسجلا 11 هدف، وحصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي. ومن بلجيكا إلى هولندا عبر أياكس أمستردام في عمر 18، محققا الثلاثية الكبرى ما بين الدوري والكأس والسوبر. في إسبانيا لعب مع سيلتا فيغو 8 مباريات وتمكن من إحراز 4 أهداف فقط، ثم جاء الانضمام إلى مارسيليا الفرنسي ليصبح أغلى لاعب مصري في التاريخ وقتها، ومنه إلى روما الإيطالي بجوار الأسطورة فرانشيسكو توتي. ثم المرحلة الأهم في مسيرته مع توتنهام الإنجليزي ليقدم أفضل مواسمه في أوروبا على الإطلاق، ويحرز 19 هدف ويرحل منه إلى ميدلسبرا الإنجليزي، ثم الانتقال بتجارب متوسطة النجاح في إنجلترا. زملكاوية ميدو المعروفة كانت سببا في قطع مسيرته الاحترافية بإنجلترا والعودة إلى مصر تلبية لنداء الجماهير البيضاء، ثم يقرر الاعتزال المفاجئ مبكرا عام 2011 لتكسب كرة القدم المصرية مدربا واعدا بفكر أوروبي احترافي كبير. ميدو ولد كبيرا في مجال التدريب بقيادته نادي الزمالك في عام 2014 لتحقيق كأس مصر، وكان قريبا من إحراز درع الدوري العام ليصبح أصغر مدرب مصري يحقق بطولة الكأس مع الزمالك، ثم يرحل لتدريب درويش الإسماعيلية عام 2015 ليصنع معه نجاحا مميزا، ثم عاد مدربا للزمالك مجددا رفقه الثعلب الصغير حازم إمام، لكن التجربة لم تستمر سوى 7 مباريات فقط، ثم تولى ميدو القيادة الفنية لوادي دجلة، كما نجح في تجربته الاحترافية كمدربا للوحدة السعودي، وتضع إدارة المقاصة طموحا كبيرا في المنافسة معه على قمة الدوري الممتاز. يعني عندي سؤالين ريليتد بالتقرير ده، انا ما كنتش مجهزهم. يعني رحله احترافيه تحفه الحمد لله، اجمل واحلى واحلى فتره احترافيه بالنسبه لك كانت في نادي ايه؟ اياكس. اياكس دي كانت اول حاجه؟ لا، تاني حاجه بعد جنت. بعد جنت البلجيكي. ليه كانت اجمل فتره؟ لان اياكس نادي كبير جدا، من اكبر الانديه في اوروبا، وتعلمت فيه حاجات كتيره جدا، وكونت صداقات مميزه جدا مع لعيبه مميزين جدا لغايه دلوقتي اصدقائي. فزنا بالدوري والكاس والسوبر، وانا لعبت مرتين في اياكس، مره وانا صغير خلاص وانا عندي 18 سنه، ورجعت تاني وانا عندي 27 سنه لعبت في اياكس مره تانية، وفزنا برضو بالدوري مره تانية. فليها ذكريات جميله جدا، يعني ليها ذكريات جميله في كل الانديه. احلى فتره اياكس ودي اطول فتره. امستردام حلوه كمان، جميله. امستردام جميله طبعا، انا عارفك بتحب كل سنه تروح مرتين ولا جميله. واطول مده كانت في اياكس. اياكس في فتره منهم قعدت 2.5 سنين. انت رحت اكتر من مره؟ رحت مرتين. مرتين، مره 2.5 سنين ومره 6 شهور. 6 شهور. اطول مده كانت 2.5 سنين في الاحتراف بتاعك. لا، وتوتنهام قعدت 2.5 سنين. وتوتنهام. توتنهام قعدت 2.5 سنين. امستردام اياكس كان احلى بالنسبه لك الفتره. توتنهام جميل، يعني كره مختلفه. الدوري الهولندي دوري اضعف، لكن كان مناسب جدا ليا في الوقت ده في السن ده، ان انت تتطور وان انت
تتعلم حاجات كتيره جدا. الدوري الانجليزي انا روحته في مرحله كنت نضقت بشكل اكبر وكنت مستعد اكتر للعب الدوري الانجليزي. كل مرحله ليها طب ده معناه ان انت رحت بدري يا ميدو، يعني انت رحت 18 19 سنه مش كده؟ انا كل حاجه بدري كل الاحتراف سافرت 16 سنه ونص سافرت. بدات مبكر جدا وبدات في وقت يعني كان فكره ان الولد صغير يسافر كانت مخاطره كبيره جدا. مخاطره كبيره بالذات ان انا كنت في نادي الزمالك وكان كنت ابتديت العب مع فريق الاول في نادي الزمالك وكانت مخاطره كبيره جدا ان انت تسيب كل الكلام ده وتروح. يعني كنت رايح ترايلز، رايح باختبارات، مش اختبارات يعني، رايح بيجربوني بيشوفوني يعني. فكانت مخاطره كبيره ولكن كان عندي حلم دايما ان انا العب في اوروبا وان انا اكون موجود في اوروبا. وكان ابويا الله يرحمه كان من الناس اللي كانوا زارعين جوايا الحته دي من وانا صغير، انه لازم تحاول تلعب في اوروبا، لازم تحاول ان انت تكون تبقى محترف، لازم ما تكتفيش ان انت تكون بتلعب في مصر بس. والحمد لله يعني خدت تجربه بايجابياتها وسلبياتها، اتعلمت منها حاجات كتيره جدا وفادتني كمدرب. التنوع المدارس اللي انا اتدربت فيها سواء المدرسه يعني الهولنديه او الفرنسيه او الايطاليه او الانجليزيه بعد كده والاسبانيه في وقت من الاوقات، وتنوع مدارس المدربين اللي اتدربت معاهم فادني بشكل كبير جدا كمدرب بعد كده. بعد كده طبعا لان مش سهل ان انت تلاقي لعيب اتدرب تحت ايد مدربين من مدارس مختلفه، وكل بلد ليها مدرسه تدريب سواء كان في التدريبات او طرق اللعب والتاكتكس وكل الكلام ده، فاستفدت منها بشكل كبير جدا. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن احمد، انت لو بتحب كابتن احمد ولا كابتن حسام ولا كابتن ميدو؟ اي حاجه. طيب اي حاجه. كابتن ميدو، لو حبيت تحط انت مقارنه بين تجربتك الاحترافيه وتجربه محمد صلاح الاحترافيه تقول ايه؟ اقول ان تجربه محمد صلاح الاكمل واكيد الافضل، لان محمد صلاح قدر ان هو في مواقف كتير ان هو حافظ على هدوءه، كان عنده قرارات صحيحه بشكل كبير جدا بخصوص الانتقالات في الانديه. انا في وقت من الاوقات خدت قرارات غلط ومتسرعه في الانتقال لبعض الانديه، يعني كان بيبقى عندي عروض مختلفه وفي وقت من الاوقات خدت قرار بالعاطفه اكتر. محمد صلاح في رايي ان هو بيفكر بعقله اكتر، ودي ميزه عقلاني جدا. يعني بيفكر بعقله اكتر. انا كنت عاطفي شويه، كنت مندفع طبعا في صدامي يعني انفعل بسرعه، ردود افعالك سريعه يعني بطبيعه شخصيتي يعني. لكن محمد صلاح عنده توازن كبير جدا في شخصيته اكتر، وده مساعده في ان هو يكون في مكان واحد في اكتر من موسم واكتر من سنه. كل ما بتقعد في مكان واحد فتره طويله كل ما نسبه نجاحك ممكن تبقى اعلى. يعني محمد صلاح وهو في ليفربول ممكن يكون جاله عروض من انديه كان ممكن تغريه بشكل اكبر ان هو يرحل، لكن صحيح. كان عنده ذكاء كبير جدا في ان هو يبقى في مكان قدر ان هو ما شاء الله يفوز بالتشامبيونز ليج وبطوله اوروبا وابطال الدوري، وده انجاز كبير جدا. احنا عمرنا ما كنا نحلم ابدا ان يكون صحيح. عندنا لعيب يفوز بالتشامبيونز ليج ويكون موجود في ضمن افضل لاعبي العالم. كلنا حاولنا وكلنا كنا دايما بنتطلع ان احنا نكون موجودين في افضل مكانه. الحمد لله حققنا نجاحات كويسه، ولكن انا في رايي ان محمد صلاح يعني ما بتكلمش على مستوى فني، بتكلم على انجازات وان انت تقدر ان انت تلعب في التوب ليفل وفي افضل مستوى في العالم لسنوات طويله. في رايي ان محمد صلاح افضل لاعب جه في تاريخ مصر. انت بتقول بصرف النظر على المستوى الفني، يعني ممكن ناس مثلا تختلف تقول لك مثلا، اكيد في ناس ممكن تقول لك مثلا ان كابتن محمود الخطيب كان لعيب احسن او احرف او احسن او من المستوى الفني. كل واحد ليه وجهه نظر. لو سالت، وده جمال كره القدم ان هي مش علم صحيح ولا ملهاش راي صحيح، لو سالت حضرتك عن افضل 10 لعيبه جم في التاريخ هتقول 10 لعيبه مختلفين غير اللي انا اقولهم صحيح. غير اللي فلان يقولهم صحيح. غير اللي الساده المشاهدين يقولوهم. انا ما بتكلمش على النقطه دي، بتكلم على ان لعيب قدر ان هو يلعب في التوب ليفل في افضل مستوى في العالم ويبقى ان هو او يستمر في اللعب في التوب ليفل ويقدر يحافظ على المكانه دي لسنوات لعده سنوات. فمحمد صلاح الوحيد اللي هو قدر ان هو يعمل كده. فانا في رايي لو هقيم افضل لاعب في التاريخ في مستوى الكره المصريه من ناحيه الانجازات ومن ناحيه ان هو قدر يلعب في التوب ليفل افضل فتره اكتر فتره ممكنه، ففي رايي هيكون محمد صلاح. طيب ده معناه ان انت بتفضل الحريف عن الهداف ولا الهداف عن الحريف؟
لا يعني كل مكان ليه، كل مركز في الملعب ليه ميزه معينه. هو هداف بس مش حريف. والله حريف، هو بيعمل، انت شايف ان هو حريف، هو بيعمل كل حاجه ممكن بسرعه اكتر. فالناس اللي بتحب الكوره قوي تحب اللعيب دايما اللي عنده وقت على الكوره، اللعيب اللي يعني اللي الناس بتحس ان هو هادي اكتر. لكن هو مسته في سرعته، مسته ان هو بيقدر يخترق، وان هو يقدر ان هو اللعيب، وبيقدر قدر يطور نفسه. صلاح صلاح الاول ما كانش بيعرف يقدر يلعب في عمق الملعب، لما كان بيلعب في فرنتينا وكان بيلعب في روما وكان بيلعب في بازل كان. انت انتقدت الاعلام ايام فرنتينا، اسف لمقاطعتك، لما جاب هدفين في يوفنتوس لو تفتكر، قلت ان الاعلام ما تضخموش قوي في محمد صلاح حاليا. ده كنت انت خايف عليه من الغرور، ولا كان ده وجهه نظرك فنيا فيه في الوقت لا ده؟ لا انا كنت لا ما قلتش، انا كنت شايف ان هو، انا كنت شايف ان صلاح لازم ياخد الموضوع خطوه بخطوه. وكنت دايما وانا بتكلم على محمد صلاح كنت بحاول ان انا حتى بطريقه غير مباشره ان انا اوجه له رساله ان هو يتعلم من اخطائي. لان انا احنا جايين من 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 نفس ال من نفس جايين من نفس البلد ومن نفس المكان. فكنت دايما حتى لو انا ما عنديش كونتاكت مباشر لي بحاول من خلال، خلي بالك انا ساعتها كنت بحلل يعني كنت محلل. فانا شغلتي ان انا كمحلل ان انا في بعض الاوقات ان انا اوجه رساله للعيبه الاصغر مني ان هم يستفيدوا من الاخطاء ومن الرحله اللي انا خدتها. انت عندك تجربه طبعا. فهو ده كان الهدف. ولكن هو طور نفسه بشكل كبير جدا على المستوى الفني. على مستوى الشخصيه كان الاول محمد صلاح، وما كنت بسال عليه الناس اللي كانت بتلعب معاه، وفيهم ناس كانوا زمايلي يعني مثلا دروسي مثلا كان زميل محمد صلاح في روما وهو صديق ليا. وانا لما كنت بسال مثلا عليه صلاح لما اتكلم معاه على الواتساب او اتكلم كان يقول لي هيز شاي، بيتكسف مكسوف. ودي كانت معطلة ممكن في وقت من الاوقات. لما ابتدى ان هو شخصيته تنضج بشكل اكبر، وابتدى ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه بشكل اكبر، وان هو يجبر اللعيبه اللي حواليه ان هم يعني بلغه الكوره زي ما احنا بنقول يخدموا عليه ويشتغلوا على يشتغلوا له ويفرض شخصيته على الفريق، ابتدى ان هو يكون دي اول خطوه لمحمد يبقى في منطقه تانية ان هو يخش في التوب 3 ويخش في الشورت ليست لاحسن لعيبه في العالم. ففي رايي ده التحول الكبير على مستوى الشخصيه. على المستوى الفني صلاح كان الاول ما بيعرفش يلعب الا وينجر، كان جنب الخط بيقدر يلعب في الحته دي بس. كان دايما لما بيخش عمق الملعب كان بيستراجل او كان بيواجه صعوبات لما بيخش يلعب في الزحمه. قدرته على التطور ان هو يقدر يخش يلعب في الزحمه وان هو يجيد في 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 المساحات الضيقه، ده في رايي هو اللي فرق معاه بشكل كبير جدا. غير كده على المستوى التهديفي والقدرات التهديفيه، صلاح كان في الاول بيجيله 4-5 فرص يجيب منها واحده، دلوقتي لو جاله 4-5 فرص بيجيب منها 3. فده طوره بشكل كبير جدا وقدر يحطه على الخريطه، يعني قدر يحطه ان هو يكون واحد من الهدافين البريمير ليج السنوات الاخيره. حسينا بفراغ في غيابه امام، لا لعيب مؤثر في اي فريق في اي فريق في العالم، ولعيب مؤثر ومع منتخب مصر مؤثر. والجميل في محمد صلاح ان هو دايما حريص على التواجد مع منتخب مصر، وحريص على حتى في ظل الاخفاقات بتلاقيه ان هو بيعمل اكتر حاجه ممكن يقدر يعملها، بيموت نفسه عشان خاطر منتخب مصر. وده الجميل في محمد صلاح. والاجمل من كده ان هو ظل متواضعا وظل دايما بيرجع للروتس بتاعته او الاصول بتاعته. صحيح. تلاقيه بيقضي اجازته في القريه بتاعته وفي وسط اهله وجيرانه. انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي بشكل كبير، لكن في رايي ان محمد صلاح شخص ولعيب لازم كلنا نفخر بيه. صحيح. ولازم ندعمه. ولازم ان احنا ما نحاولش نشده لتحت. لازم ان احنا ده واحد ممكن يطلع لنا كل 15-20-25 سنه، لازم نفضل ندعمه لغايه الاخر زي ما كل الاعلام في كل الدنيا بيعملوا، كل الناس بتعمل عشان الراجل ده فخر لينا، يفضل ان هو يقدر يلعب لغايه سن 36-37-38 سنه، يفضل موجود في ليفل كويس، نفضل نفخر بيه لاكبر عدد او اكبر عدد من السنوات ممكن. طيب عشان اقفل منطقه محمد صلاح، سؤال اخير عنه، السوشيال ميديا، وانت استاذ في السوشيال ميديا يعني ما بقتش والله فعلا والله. احسن اعتزلتها انها بتعمل هدئ، بتعمل صداع. لا بالنسبه للمدرب انا اكتشفت يعني ان الافضل حاجه للمدرب طالما ان انت عايز تشتغل مدرب ان انت تعتزل السوشيال ميديا. انا اديت السوشيال ميديا بتاعتي كلها لشركه محترفه تدير لي الاكونتس بتاعتي. برافو عليك. برافو. ما بقتش حتى ابص ان انا مين قال عليا ايه ولا، لان ده خلي بالك لان بيأثر عليك جدا، بيخليك ان انت مشغول بفلان قال وعايز ترد عليه بالظبط.
ومن احسن الحاجات اللي حصلت لي ان انا وساعدتني ان انا ابقى مركز في شغلتي اكتر وفي التدريب اكتر وفي بعدك عن السوشيال بعدي عن السوشيال طيب انا كان هنا بقى محمد صلاح هل انت شايف ان محمد صلاح السوشيال ميديا واستخداماته ليه كتير بيحط عبارات وبيحط احيانا معاني كده مضغومه واحيانا مش عارف رايك او لو حابب تقول له حاجه في المنطقه دي لا لو حابب اقول له نصيحه بشكل عام اقول له خليك تحب مصر زي ما انت بتحب مصر لكن ما تنشغلش قوي وما تشغلش بالك بالكلام اللي الناس بتقوله عليك هنا لان يعني او حاول تاخد الايجابي منه وما تشغلش نفسك بالسلبيات علشان ما تتعطلش في وقت من الاوقات الحاجات اللي عطلتنا ان احنا كنا دايما مشغولين فلان قال وفلان عاد وده بيعطلك وبيطلعك بره تركيزك لكن انا شايف ان هو كويس في الحته دي ساعات بيتاثر اكيد لان هو بيتابع اكيد اللي بيتقال عنه كده جدا لكن بقول له يعني عايز تفضل في المكانه اللي انت فيها وفي وتفضل تلعب في التوب ليفل اكبر عدد سنوات ممكنه ما تشغلش نفسك قوي باللي بيتقال عليك هنا فكر فوق وفكر قدام وفكر الناس اللي بره دي رايها فيك ايه اهم صدقني اهم من هنا مليون المية عندي طبعا 3 4 ملفات طبعا نتكلم عن مصر المقاصه والمنافسه السنه دي وهل الاهلي هيجد منافسين حقيقيين الزمالك المصري النهارده متراجع الاسماعيلي متراجع لماذا تراجع ايضا المدرب المصري على المستوى العربي ما بقيناش نسمع عن مدربين مصريين بيجولوا ويصولوا في الملاعب العربيه هكلمك كمان عن اسباب اخفاق منتخب مصر في امم افريقيا الاخيره وعن شويه صور في الاخر اتعلق لي عليهم ماشي. ولكن بعد الفاصل يا يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار نبدأ بمصر المقاصة النهاردة مصر المقاصة أنت عندك 6 نقاط من 4 مباريات مصر مقاصة السنة دي يا كابتن ميدو ايه الاختلاف بينها وبين السنة اللي فاتت اذا كان هناك اختلاف يعني طبعا انا توليت الادارة الفنية لمصر المقاصة منذ 3 اشهر تقريبا وكان عندي مهمة صعبة جدا في اختيار او يعني ان احنا نختار افضل اللعيبة اللي هي ممكن تشتغل معنا الموسم ده وكنا ملزمين بقائمة محددة يعني لازم ان احنا نطورها ولازم ان احنا نشتغل 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 معاها الحمد لله عندنا فريق كويس جدا وقدرنا ان احنا نكون فريق مميز جدا في ميكس كويس وتوازن كويس ما بين اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره وبين اللعيبه الصغيره في السن وده بالنسبه لنا مهم جدا احنا عندنا في مصر المقاصه هدفين واضحين لازم ان احنا نشتغل عليهم الناحيه الفنيه ان احنا نكون في متواجدين في مكانه جيده وفي مكان جيد في ترتيب الجدول والناحيه التسويقيه مصر المقاصة كل سنة لازم بيستثمر في 2-3 لعيبة يقدروا ان هم يغطوا له مصاريفه بشكل جيد يعني بالراحة كده يعني فاحنا شغالين في الطريقين بشكل متوازي بشكل مبشر جدا وشكل جيد جدا ان شاء الله نقدر نكون متواجدين في مكان جيد في المسابقة بنطور من فرقتنا خلي بقى حركة من الناحية الفنية احنا جينا اشتغلنا بعد مدرب هو الكابتن طلعت يوسف واحد من المدربين الكبار في مصر طبعا. ولكن له اسلوب مختلف تماما عن الاسلوب اللي انا بشتغل بيه فده دايما بيخليك ان انت تاخد بعض من الوقت حتى لو انت احسن مدرب في العالم ان انت توصل للعيبه وان انت اللعيبه يقدروا ان هم تسويتش او ان هم يحولوا ما بين فكر الكابتن طلعت وما بين ان هم يبتدوا يشتغلوا بفلسفه اللعب بتاعتنا الحمد لله بنتطور من مباراه لاخرى اخر ماتش انت كسبته كسبنا الحمد لله امام المصري ولعبنا ماتش كبير ماتش الجونه كان الدروب الوحيد بالنسبه لنا كان مباراه سيئه بالنسبه لنا ولكن اتعلمنا منها حاجات كتيره جدا وماتش الزمالك عملنا ماتش كويس جدا على مستوى التكتيكي ماتش رائع الحقيقة. لكن يعني خبره كان لا كان لينا ضربتين جزاء واضحين جدا لكل الناس ولكن هي دي الكوره يعني ما بنتعلم هل انت يا كابتن ما بتحبش النجوم بعض قال لك كابتن ميدو ركن هاني سعيد ركن ميدو جابر الكلام ده لا خالص احنا عندنا فرقه مجموعه مميزه جدا في على الاقل عندي 21 22 لعيبه كلهم ممكن يبداوا في اي وقت وده دايما الرساله اللي انا بوجهها للعيبه
ميدو المباراه الاخيره بس هي اللي كان ما كانش موجود في قائمه المباراه، ولكن بيتمرن بشكل جيد جدا، وانا عندي امل كبير ان هو هيقدر يطور من نفسه وان هو يشتغل في السيستم بتاعنا وان هو يكون موجود معنا في المباريات القادمه. هاني سعيد ده يعني راجل في كل المباريات كان موجود باستثناء ممكن المباراه الاخيره، ولكن بدا مباراه الزمالك وعمل ماتش كويس. وهاني عارف يعني ان هو في السن اللي هو موجود فيها في 39 سنه. انت لعبت معاه؟ طبعا لعبت كتير في الزمالك والمنتخب يعني. في الزمالك والمنتخب. وهاني اخويا يعني. طبعا هاني عارف ان هو في سن 39 سنه ان هو مش هيكون موجود في كل مباراه. وانت اثرت ان هو يكون موجود السنه دي. طبعا طبعا 39 يعني. سنه سن مش قليل. لا وما شاء الله عليه يعني. هاني فت وبيتمرن كويس ومحترف، وغير كده ان هو حتى لو مش موجود في الملعب ليه دور كبير جدا في قياده الفريق في غرفه خلع الملابس. يعني ماتش الجونه مثلا هو ما كانش موجود في القائمه، ولكن كان ليه دور كبير ان هو بيتكلم مع اللعيبه قبل المباراه. انت عارف اللعيب الكبير اللي عنده خبرات كبيره، انت هاني بتتكلم ممكن في 65 70 مباراه دوليه، بيبقى كانه كوتش معاك. صح. راجل كانه جزء من الجهاز، هو عارف دوره، كانه جزء من الجهاز. طبعا كل اللعيبه اللي موجوده عندنا حتى اللعيبه اللي ما شاركتش لغايه دلوقتي وقتها هيجي، وده رسالتنا دايما لكل اللعيبه ان انت القتال في الملعب وان انت تكون ملتزم بالسيستم بتاعنا، هو هيجي لك الدور، هو ده اللي بيخليك دايما عندك فرصه ان انت تكون موجود. ممتاز. الجدول الدوري السنه دي من وجهه نظرك، يعني المصري نسبيا ما هوش تشارمنج قوي، الاسماعيلي نفسه طبعا لسه ماتشات جايه والام، لكن احنا بنتكلم في البدايات يعني المصري الاسماعيلي بيراميدز حتى ما هوش. هل تتصور السنه دي هيبقى في تغيير في ترتيب جدول الدوري فيما يتعلق بالمقدمه تحديدا، ولا هنشوف نفس القصه اهلي وزمالك او زمالك واهلي وبيراميدز وبعدين يجي بعد كده انديه اخرى؟ يعني انا في رايي ان طبعا اقوى ثلاث فرق من الناحيه الفنيه هم الزمالك والاهلي وبيراميدز. فعلا دول طبعا الزمالك والاهلي وبيراميدز طبعا. على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي وعلى مستوى البدائل وعلى مستوى قوه السكواد بشكل عام، لما بتتكلم على 22 23 لعيب بتتكلم في الثلاثه دول في ناحيه مختلفه. وفي اربع خمس فرق بينافسوا على المركز الرابع، انا بتكلم الناحيه الفنيه القدرات الفنيه. احنا اكيد واحد منهم، وبنأمل ان احنا نكون واحد منهم موجودين في المكانه دي في الحته اللي هي لغايه اخر اسبوع اسبوعين بتنافس على المربع. ممكن تحصل مفاجآت ولكن بنسبه لا تتعدى 25%. يعني مفاجآت مش وارده قوي في ظل الشكل اللي انت شايفه دلوقتي. كابتن مدحت بتتكلم في قيمه تسويقيه مختلفه تماما عن باقي فرق الدوري. بالظبط. بتتكلم يعني انا معيش الارقام بالظبط، لكن انا متاكد لو راجعنا القيمه التسويقيه للسكواد بتاع الزمالك والاهلي وبيراميدز هنلاقيهم ان هم في حته ثانيه، فده طبيعي. ممكن فريق من الفرق اللي بتحاول تنافس على المركز الرابع ان هي تنط وتبقى ثالث، وده كان هيحصل السنه اللي فاتت لغايه اخر اسبوعين ثلاثه. فاحنا بنلعب مباراه، كل مباراه بمباراتها، وكل المباريات صعبه، مفيش ولا مباراه سهله في الدوري. بتلعب قدام اف سي مصر ماتش صعب، بتلعب قدام اسوان ماتش صعب، بتلعب قدام اي فرقه في الدوري، قدام حرس الحدود كابتن العاشر مدرب كبير جدا لسه عامل مفاجاه طبعا، كابتن ايهاب جلال مدرب كبير الماتش اللي فات، ماتش صعب جدا من الناحيه الفنيه. وعايز اقول لكابتن ايهاب يعني، او بقول للناس في بورسعيد بالراحه، كابتن ايهاب راجل يعني انا سمعت ان في كلام كتير في الفتره يعني او هجوم، راجل ايهاب جلال راجل من افضل المدربين في مصر، وراجل عنده فكر عالي جدا، وحتى احنا الاسبوع اللي فات واحنا بنلعب قدامه عانينا بشكل كبير جدا من 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 مش من امكانيات اللعيبه، مع احترامي ليهم، على قد فكر كابتن ايهاب. راجل منظم بشكل كبير جدا، وراجل اي نادي يتمنى ان هو يكون المدير الفني بتاعه، فبالراحه حافظه على روح جميله منك يعني بجد، ده حقيقه. راجل محترم وراقي ف جدا، حافظه على يعني لما يكون عندك مدرب كبير ومدرب عنده مخلص ومدرب بيشتغل كويس حافظوا عليه. دي مشكلة الجمهور ان العاطفة احيانا هتلاقي فين يعني التغيير مش يعني بالعكس التغيير مدمر. صعب. غير مدمر، وياما انديه اتأثرت من التغيير. طيب لو سريعا كده كابتن ميدو، لو حطيت مقارنة في الأربع أسابيع الأولين بين ميتشو الزمالك وفيلر الأهلي. يعني طبعا خلينا نتكلم ان ميتشو فاز بكاس مصر وعمل اداء جيد جدا في بطوله كاس مصر، وساعات كتيره جدا زي ما حضرتك عارف كابتن مدحت بعد ما بتفوز ببطوله وبطوله بتكسب فيها منافسين كبار ممكن يحصل دروب، وده اللي حصل مع الزمالك. في رايي ان اللعيبه شعرت ببعض من الراحه بعد الفوز بكاس مصر، وهو
ما ممكن أثر على أداء الفريق في بداية الدوري، ولكن ميتشو مدرب جيد، ومدرب جيد جدا، ومدرب منظم، ومدرب عنده فكر عالي جدا، عنده خبرات في أفريقيا واللعيبة اللي موجودة في المنطقة. وأنا متوقع أن مستوى الفريق هيتطور، هيرجع تاني، يعني هيباونس باك، هيرجع تاني لأداء جيد. وده شفناه في ماتش المقاولين خاصة في الشوط الأول، كان الأداء قريب جدا من أداء الفريق. طب ليه يا كابتن ميدو دايما الزمالك برغم أنه بيضم مجموعة رائعة من اللاعبين في الأمطار الأخيرة؟ يعني السنة اللي فاتت كان راكب الجدول وكان عنده ماتشين في المتناول جدا على ما أتذكر، كان فيهم حارس حدود وجون على ما أتذكر، مع الاحترام ليهم، ومع هذا في الأمطار الأخيرة بيفقد نقاط مؤثرة غاية. ليه؟ كابتن ميدو السنة اللي فاتت حصلت أخطاء فنية كبيرة جدا كانت كفيلة بأن الدوري يضيع من الزمالك، أهمها في رأيي الاستغناء عن كاسونجو في يناير، لان كاسونجو كان هداف الفريق في يناير، وفي رايي كان رحيل كاسونجو خساره كبيره جدا للزمالك. لو كان ابقى الزمالك على كاسونجو كان هيبقى عنده فرص اكبر للفوز بالدوري. ثانيه، جه معاك الوحده في السعودي، جه الوحده بس مش على فكره مش انا اللي جبت الوحده، هو كان تعاقد مع الوحده واتفقوا على كل حاجه قبل ما نجي. دي ده نمره واحد. نمره اتنين، اصابه مصطفى فتحي اثرت بشكل كبير جدا، لان مصطفى لعيب مهم جدا. نمره ثلاثة، ودي نقطه مهمه جدا، هو اصرار جروس على فكره ثبات التشكيل. ثبات التشكيل ليه ايجابيات وليه سلبيات. ايجابياته ان هو بيدي لك انسجام اكتر ما بين اللعيبه، بيدي ثقه اكبر للعيبه اللي هي بتلعب، لكن في نفس الوقت بيبعد باقي الفريق وباقي اللاعبين عن ان هم يكون عندهم منافسه حقيقيه وفرصه حقيقيه في التواجد في التشكيل الاساسي. وده عمل له دروب كبير جدا، ولما احتاج جزء من اللعيبه دي او احتاج عدد من اللعيبه دي ما لقاهمش، لان هم اوريدي كانوا وقعوا منه. ففي رايي الاصرار على ثبات التشكيل واصرار على بعض الاسماء بعينها في ظل ان هم كان عندهم هبوط كبير جدا في مستواهم، ادى ان الفريق يخسر بطوله الدوري. ثم بعد كده طبعا رحيل جروس في وقت صعب جدا، ده برضو أثر على الفريق بشكل كبير. ولكن أنا في رأيي إن إدارة الزمالك اتعلمت من أخطائها في الموسم الماضي، ومش هيكرروا أخطائهم الموسم ده، ويبقى الزمالك دائما منافس قوي ومباشر على أي بطولة بيشارك فيها. وكان مصلحة الكورة. طب فايلر؟ أنا في رأيي إنه مدرب جيد، ولكن محتاج وقت أكتر إن هو يتم الحكم عليه. ولكن زي ما بيقولوا يعني الجواب بيبان من عنوانه، باين ان هو منظم، باين ان هو عنده اسلوب لعب، باين ان هو شخصيته مميزه. وبتمنى له التوفيق مع الفريق. ممتاز. نروح سريعا بقى للمنتخب الوطني. ربما ما التقتش معاك بعد امم افريقيا عشان اسمع رايك في اداء المنتخب الوطني، ولماذا آلت اليه هذه النتيجه المؤسفه للملايين. يعني طبعا الواضح، يعني دايما اي بطوله بتخرج منها، يعني الانجليزي بيقول لك في هانجوفر اللي هو ما بعد خساره اي بطوله. بعد الخروج من البطوله وما حدث من تراشق وجدال ما بين الجهاز الفني وبعض اللاعبين، بيبين لك الحاله اللي كان منتخب مصر عايشها. منتخب مصر ما كانش عايش في افضل مناخ يسمح له الفوز بالبطوله، حتى لو كانت بتقام على مصر، على ارض مصر. ورغم ان احنا كان عندنا افضليه كبيره ان احنا نفوز بالبطوله، ولكن الواضح ان كان العلاقه بين الجهاز واللاعبين ما كانتش على ما يرام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مشكله عمرو ورده في رايي اثرت على الفريق بشكل كبير جدا. مشكله عمرو ورده كانت مشكله خطيره، مشكله داخل فيها سيكشوال هراسمنت، وداخل فيها يعني مشكله كبيره وعميقه كانت محتاجة التعامل معها بشكل أفضل. اتخذ اتحاد الكرة قرار باستبعاد عمرو وردة، ثم العودة مرة أخرى في القرار بناء على طلب اللاعبين، في رأيي كانت القشة التي قسم الزهر البعيد. طبعا كان مفروض يحصل إيه؟ كان المفروض يتم التعامل بهدوء بشكل أكبر. يعني ما يتجاهله؟ لا مش يتجاهله. يعني كان ممكن إن أو طالما إن أنت خدت القرار لا يمكن ترجع فيه أبدا. خدت قرار ما ترجعش تاني. حتى لو اللعيبة ضغطت عليك. وأنا في رأيي إن في جزء مهم إن اللعيبة يحسب لها إن هي تضامنت مع زميلها، ولكن في النهاية اللعيب لعيب. اللعيب لازم ما يتعداش مهما كانت نجوميته وحجمه، ما يتعداش حجمه كلعيب. في قرار خده اتحاد الكرة بموافقة الجهاز الفني، ما ينفعش إن أنت ترجع فيه. مشكلة عمرو وردة هزت صورة المنتخب الوطني أمام الجماهير. وبقى خلي بالك إن أنت شئت أم أبيت، أنت وده شيء إحنا بنفخر بيه وبنفرح بيه، إن النهاردة في
ستات كتيره وبنات كتيره بيشجعوا منتخب مصر بالظبط كده. ابتدوا يخسروا لما موضوع عمرو ورده حصل وحصل تضامن من بعض اللعيبه في بعض السيدات وبعض البنات ابتدوا يخسروا تعاطفهم او احنا خسرنا تعاطفهم مع منتخب مصر مع المنتخب اوتوماتيك خلاص. يعني انا حتى في بنات اعرفهم لا احنا عايزين مش عايزين منتخب يكسب. ده خلق طاقه سلبيه حوالين الفريق. وممكن ما اعرفش حضرتك متفق معايا ولا لا. متفق معاك جدا. يعني جد. انت النهارده لما بتكون داخل بطوله وبطوله بتقام على ارضك بتبقى عايز الجميع يبقى خلفك الجميع حولك زي ما احنا فزنا ببطوله 2006 ليه عشان كل الناس كانت ورانا صحيح. سواء قاده سياسيه القاده السياسيه سواء كانت جماهير كل الناس. انت فقدت شريحه كبيره في مشكله عمرو ورده وهز صوره المنتخب بشكل كبير. ده السبب الرئيسي لا مش سبب رئيسي لا هذا الاسباب. العلاقه بين الجهاز واللاعبين في رايي لم تكن على ما يرام. العلاقه بين الجهاز وبعضه لم تكن على ما يرام وده واضح من خلال تصريحات الكابتن هاني رمزي عن اعلان القايمه وعدم رضاه عن القايمه وحاجات كتيره جدا. بعد كده الناحيه الفنيه احنا ما عندناش افضل منتخب فني اللي هو يعني لما تيجي تقارن منتخب 2006 منتخب بتاع بطوله 2019 باين كان عندنا اسماء اسماء وبدايل وحاجات كتيره. كان عندنا بقى يعني عوامل كتيره تقدر ان انت تخليك في فوز ببطوله رغم ان بطوله 2006 كانت اصعب بكتير ومنتخبات كوديفوار والكاميرون ومنتخبات كلها كانت صحيح. كانت قويه جدا. ولكن انا متفائل خير بوجود كابتن حسام البدري في منتخب مصر. وانا بحب كابتن حسام جدا وطبعا كل جهازه ناس محترمه. ومتفائل ان شاء الله يقدر ان هو يعالج اخطاء الفتره الاخيره ويقدر ان هو يبدا بدايه جديده مع المنتخب. وكابتن حسام عنده خبرات كبيره جدا أوي. في التعامل مع اللاعبين واداره المباريات الكبيره وان شاء الله ربنا يوفقه ان احنا نقدر ان احنا نرجع تاني منتخب مصر اللي كان بيرعب بكل افريقيا. طيب انا مع الاسف فاضل لي دقيقتين وكان عندي مجموعه صور عايز اخد تعليق فمعلش انا قد ما اقدر بسرعه. هنعرض لك صورة دلوقتي بتضم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي. من وجهة نظرك من احق باللعب وانت مدرب الزمالك؟ الزمالك طبعا الزمالك حطوا لنا الصور يا جماعة. عبد الشافي شخصية جميلة ولعيب كبير ولعيب صنع تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. ليه مبارياته وعبد الله ليه مبارياته. لو عايز تهاجم اكتر ولعيب عنده ورك ريت اعلى وباور اعلى وان هو يزيد ويعمل كروسات وبتاع عبد الله جمعه. لو عايز لعيب واقف لك بشكل اكبر ويلعب بخبرته بتاع انا في رايي ان هم ممكن الاثنين يلعبوا جنب قدام بعض زي ما ميتشو عمل في بعض مباريات الكاس. لما عبد الشافي لعب وعبد الله جمعه كان قدامه كانوا مميزين جدا وقدروا ان هم يشتغلوا بشكل كويس. يعني ممكن يلعبوا على الطرف الشمال الاثنين قدام بعض ولعب عملها ميتشو اشتغلوا كويس ممتاز جداً. سيد عبد الحفيظ وامير مرتضى ايه الفارق بينهم في اداره الفريق سيد عبد الحفيظ وامير مرتضى منصور؟ طيب بص سيد مدير كره ناجح جدا وانا بحبه جدا. سيد وظيفته ومهام عمله يعني وظيفته اسهل بكتير من امير. ليه؟ لان سيد جه اشتغل على سيستم متركب فبالنسبه له يعني فاهمني حضرتك ولا لا في سيستم موجود في الاهلي بشكل اكبر مساعد سيد عبد الحفيظ ان هو يمارس مهام عمله بشكل افضل. امير عنده مهمه صعبه جدا. امير طبعا اصغر في السن وخبراته اقل ولكن انا شايف ان هو خد خطوات جيده جدا وعمل ايجابيات كتيره جدا في فريق الزمالك وعنده شجاعه كبيره جدا في مواجهه الاعلام ومواجهه اللاعبين. تحبش تدي اي نصيحه للاثنين؟ لا يعني هما الاثنين يعني امير سيد طبعا عنده خبرات كبيره جدا واصبح متمرس دلوقتي وما شاء الله عليه يعني بيقوم بدوره بشكل كبير جدا. لكن نصيحتي لامير دايما زي ما حضرتك عارف في الانديه الكبيره بالذات والانديه بحجم نادي الزمالك لما بتتصدر المشهد زياده عن اللزوم او تطلع على المسرح لوحدك ممكن تتحرق. لازم ممكن في بعض الاوقات ان انت تنزل شويه عشان ما تتحرقش بدري ما يبقاش في صدام على تصريحات والحاجات دي يعني كل حاجه واللي مع اللعيبه ولازم حد معاك يبقى موجود ان هو يكون موجود. لكن انا كراجل زملكاوي سعيد ان في كادر اداري مبشر زي امير مرتضى ظهر على الساحه. وامير ذكي جدا في التعامل مع مواقف كتيره جدا وعنده خطط مستقبليه لنادي الزمالك فبتمنى له التوفيق ان شاء الله. ينفع ناخد كمان واحدة سريعة؟ يلا ساديو ماني ومحمد صلاح الاثنين لعيبة كبار ماني ممكن يكون الورك ريت بتاعه أعلى من الناحية الدفاعية والكلام ده وده اللي بيميزه ولكن صلاح في رأيي لعيب كبير جدا ولعيب عظيم.
يعني لا غنى في الملعب عن الاثنين. لا لو ده مش موجود معك تماما وبانت النهارده مره ثانيه. طبعا كابتن ميدو يعني هو لقاء سريع انا استمتعت بيك وشرفت ان انت تكون في مطلع الضيوف بتوعنا. انت قامه كبيره وجميله اتمنى لك دايما كل التوفيق. شرفت بوجودي مع حضرتك وبتمنى لك التوفيق وان شاء الله البرنامج بتاعك كالعاده يكسر الدنيا باذن الله. يا رب يخليك. اشكرك كابتن. شكرا. شكرا جزيلا. غدا بمشيئه الرحمن لقاء جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.